أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي الـ Lecture 1 في الهيرينج، وهي 2 parts، Part 1 و Part 2. I hope إن احنا نخلص فيها الهيرينج بإذن الله. فنتوكل على الله ونبتدئ Hearing Lecture 1 Part 1. فهنبتدي الأول يا أولاد بالفيزيكس. هيرينج، فهنتكلم في الفيزيكس على الساوند ويفز. فالساوند ويفز توقعوا نبتدئ are waves of compression and rarefaction of molecules، يعني معناها موجات من الضغط والتخلخل. بالضبط يعني المنظر يمكن تشبيهه لو رميت بحجر في بحيرة ساكنة، فهتلاقي فيه موجات من التضغط والتخلخل. waves of compression and rarefaction هو ده شكلها of molecules. طيب in contrast to light waves، في نقطتين فرق بين ال sound waves وال light waves، ودول بيجوا في الMCQ يا أولاد. إن الـ sound waves cannot pass in vacuum، يعني ما بيمشيش الصوت في الفراغ، بينما الـ light waves بيمشي في الفراغ. بداية الـ electromagnetic wave بتوصلنا من الشمس للأرض في 7 دقائق وشوية، برغم إن ما فيش غلاف جوي ما بيننا، الغلاف الجوي ده محدود. تاني فرق وهو هام جدا يا أولاد، إن الـ velocity of sound waves أكتر في solids منها في الليكويد منها في الجاس، وده عكس تماما اللايت ويفز. اللايت ويفز تبقى أسرع في الجاس منها في الليكويد منها في السوليدز. فمثلا هاخد مقاربة هنا، الساوند ويفز في السوليدز بيبقى سرعتها 1500 متر في الثانية، بينما في الجاسز 340 متر بير سكند. طبعا في فرق ممكن اعتبره فرق ثالث، ان الالكتروماجنتيك ويفز اللي هي اللايت ويفز جزء منها اسرع بما لا يقارن مقارنه بالساوند ويفز. فالفكره كالاتي، ان مثلا انت تلاقي سرعه الضوء 300,000 كيلومتر في الثانيه، بينما هنا انت لو خدتها في الجاسز هتلاقيها 340 متر في الثانيه، يعني فرق كبير جدا من 300,000 كيلومتر في الثانيه ل 340 متر في الثانيه. however الـ velocity، يبقى دلوقتي احنا برضو عشان ما نتوهش، يبقى في فرقين بيجوا في الـ MSQ، ان الـ sound waves ما بتمشيش في الفراغ في الـ vacuum، وانها اسرع في الـ solids منها في الـ liquid منها في الجاس. وهنا بحب اقول حاجة يا اولاد في فقرة معلومات العامة، ان الناس بتتندر بالنعامة وتقول انه عامل زي النعامة بيدفن راسه في الرمل. انا اللي بقول اللي بيقول هذا المثل يعني هي نعامة، بس هو يعني مخه اقل من النعامة، مش عاوز اقول تعبير مسيء. النعامة فاهمة physics of hearing كويس قوي. هي ليه بتحط راسها في الرملة؟ لانها عارفة ان الساوند ويفز بتنتقل في القشرة الارضية في السوليدز اسرع منها في الهواء، فممكن تسمع وقع أقدام الصياد الشخص اللي جاي يصطادها أو البريدتورز اللي هيعتدي عليها أسرع من السوليدز عنها بالجاسز، فتتنبه وتهرب. يعني النعامة بتحط رأسها في الرملة عشان عارفة إن سرعة الساوند ويفز في السوليدز أكثر منها في الجاسز. وفي فقرة المعلومات العامة يا أولاد، بسبب الظاهرة البسيطة دي، فإن النعام عمره على كوكبنا هذا 150 مليون سنة، فهو ضمن الطيور التي عاصرت الديناصورات. الديناصورات اندثرت من 65 مليون سنة، النعام عايش على كوكبنا هذا من أكثر من 150 مليون سنة بسبب إنها بتحط رأسها في الرملة، فبتسمع عن طريق السوليدز أسرع من الهواء الجاسز،
فبتتوقع المعتدي والصياد بدري فتهرب وتنجو بحياتها. فأرجوكم لا تستخدموا هذا المثل اللي هو يدل على أن اللي بيقوله نفسه لا تمتع بالزكاة، مش هقولها بالصيغة أكثر عنفة من ذلك. بنقول برضو أن الساوند ويفز بتزيد بالحرارة ولكنها لا تتأثر بتغير الأتموسفيريك بريشر. دي كانت مقدمة عادية. نبتدي الكاركترز اوف ساوند ويفز، خصائص الساوند ويفز. اول حاجة الويف لينث. الويف لينث هو الديستانس بين تو سكسيسيف بيكس اور بوتومز اوف ا ساوند ويف، يعني المسافة ما بين قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين. ما تهمنيش دي كتير، خدوا بالكم بقى اللي جاي ده مهم جدا. فريكوينسي اللي هي التردد، عدد الموجات في الثانية، نسميها البيتش، نسميها التون، النغمة أو التردد. الفريكوينسي عدد الموجات في الثانية يا أولاد هو ده اللي بيحكم هل الصوت هارش أو صوفت، غليظ أم حاد. يبقى عدد الموجات الفريكوينسي تقول لي هل الصوت هارش أو صوفت. والفريكوينسي دي بيقيسوها بال، بدل ما يقولوا سايكلز بير سكند بيقولوا هيرتز، نسبة إلى العالم هيرتز، وهو أول من اكتشف وجود الإلكتروماجنتيك ويفز ودلل عليها بالبراهين. يبقى هيرتز ده الأول واحد في الدنيا عرف الإلكتروماجنتيك ويفز، وتكريما ليه بقى تردد الساوند اللي هو يقول لك صوت تردده عالي مش معناها صوت عالي، معناها صوت حاد. تردده منخفض مش معناها صوت واطي، معناها صوت غليظ. فبدل ما نقول الفريكوانسي كذا سايكلز بير سكند، ثلاث كلمات سايكل بير سكند، هنقول هيرتز. يبقى هيرتز معناها سايكلز بير سكند نسبة إلى العالم هيرتز اللي هو قلنا أول من دلل على وجود الإلكتروماجنتيك ويفز في عالمنا هذا. طيب نيجي بقى نقاط في الام اس كيو مهمة جدا يا ولاد. الأذن الطبيعية بتسمع من 20 هيرتز ل 20,000 هيرتز اللي هي قلنا معناها سايكلز بير سكند. ده المدى بتاع الهيومن إير. طب لو صوت تردده أكتر من 20,000 هيرتز، أكتر من 20,000 زبزبة في الثانية، ما نسمعوش، يسموه الألتراسونيك. وبرضو في فقرة المعلومات العامة، ما هو لحضرتك وحضرتك وللعبد الله ألتراسونيك؟ يعني فوق صوتي ما نسمعوش، في كائنات أخرى بتتلقى في عالمنا هذا. وأشهرها في فقرة المعلومات العامة، لو سألك في كيف تربح المليون، من هي أكثر الثدييات عددا على كوكبنا هذا؟ الإجابة عرفتها، الباتس، الوطاويط. الوطاويط طبعا احنا برغم انها مش باينة لانها بتخرج ليلا وبتعيش في الكهوف، لكن السرب الواحد قد يحتوي 10-20 مليون، هي أكثر الثدييات عددا. نظرها ضعيف جدا، هي بتعتمد على انها عندها جهاز بيطلق الترا ساوند ويفز، تصطدم بالأجسام اللي قصادها وتتلقاها، فتقدر تحدد بعدها في أثناء الطيران عن هذا الجسم الصلد فتتفادى. الكلاب كمان بهذه الصورة يا أولاد، الكلاب إحنا بتسمع أحسن مننا، الألتراسونيك بتسمعها. وأنا أتذكر في سفارة بتطلق ألتراسونيك ساوندز، فصاحب الكلب يصفر بيها ما يزعجش الناس اللي حوالينه مش سامعينها، لأنها بالنسبة لهم ألتراسونيك، بينما الكلب يسمعها فيقبل إليه. انسى المعلومات العامة، الأذن بتسمع الرينج لطيف 20-20,000 هرتز، 20 هرتز ل 20,000 هرتز، ده مدى سمع الهيومن إير. طب إيه أحسن، يعني الودن most sensitive لأنهي voice، لأنهي قصدي ترددات،
surprising, وهذا يثبت أنه وراء الخلق خالق. أنها most sensitive to human voice. اللي هو من 2000 ل 5000 هرتز. يعني عند 2000 ل 5000 هرتز الأذن أكثر حساسية. يعني تحتاج لثريشولد أقل. لمقدار قليل قوي من الصوت عشان خاطر تسمعه. ودي من رائع الخلق والخالق. إن إحنا فعلا يا ولاد أكتر حاجة بنسمعها ونحب نسمعها هي الكلام. نحن نتواصل في عالمنا هذا عن طريق الكلام. فربنا خلى الأذن بتاعة البشر أكثر حساسية لصوت البشر وهو الهيومن فويس من 2000 ل 5000 هرتز. طيب الألترا ساوند اللي هو الموجات الفوق صوتية هل ليها استخدام في الطب؟ اه طبعا في الدياجنوزيس اظن عارفين واحد يقول لك روح تعمل أشعة موجات فوق صوتية الإيكوسونوغرافي وطبعا احنا بنفس الفكرة احنا بنطلق موجات فوق صوتية وبنستقبل الصدى بتاعها الإيكو عشان كده سموها إيكو يعني صدى فبنعرف بعد الأجسام الصايدة داخل جسم الإنسان كأننا شايفينها بالظبط تاني حاجة الطاقة لا تفنى ولا تستحدث لما بندي موجات فوق صوتية ودي طب الطاقة فيها جامدة ما بتسمعش أوص فيها طاقة جامدة لما بتصطدم بصوت معين بجسم معين بتحول لهيت فبنستخدمها يعني ممكن نصل بهذا الهيت إلى أجسام عميقة في جسم الإنسان في التريتمنت عند تحولها إلى هيت يبقى ده استخدامات الألتراساوند طيب خد بالك أن كل ما زادت الفريكوانسي طالما السرعة ثابتة فإذا زيادة الفريكوانسي اللي هو التردد بيؤدي إلى شورتر ويف لينث ده سؤال في الإم إس كيو يعني في تناسب عكسي بين التردد وبين الطول الموجي إذا زاد التردد قل الطول الموجي وإذا قل التردد زاد الطول الموجي ومفهومة ليه وليه لأن سرعة الصوت بتساوي إيه؟ عدد الترددات في الطول الموجي طالما السرعة ثابتة يبقى حاصل ضرب الفريكوانسي في الطول الموجي يساوي ثابت السرعة ثابتة طبعا في الوسط الواحد يعني إذا كان سوليد فهي ثابتة في سوليد 1500 متر في الثانية في الهواء 340 متر في الثانية يبقى ثابتة سرعة الضوء ثابتة طب السرعة بتساوي الفريكوانسي في الطول الموجي التردد في الطول الموجي يبقى التردد في الطول الموجي يساوي ثابت يبقى لو زاد أحدهما قل الآخر يعني معادلة سهلة جدا حاجتين حصل ضربهم يساوي ثابت يبقى لو واحد زاد التاني قل إيه الحاجتين دول بقى أولاد الطول الموجي والتردد فحصل ضرب الفريكوانسي في الويف لينث يساوي ثابت اللي هو سرعة الصوت يبقى لو زاد واحد يقل التاني دي مسألة إم إس كيو برضه يا أولاد يبقى هنا في عجالة الصفحة دي فيها خمس أو ست أسئلة إم إس كيو السؤال الأول إن الصوت على عكس الضوء لا ما بيمشيش كنوت باس إن فاكيوم هي أشير لك عليها بالليزر إن الصوت عكس الضوء أسرع في الصوليد منه في الليكويد منه في الجاس وقلنا دي فكرة نعامة ليه بتحط راسها في الرمل عشان تسمع عن طريق الرمل الصوليد أحسن من الهواء فتتوقع البريديتورز بدري شوية طيب قلنا في الفريكوانسي عندنا حاجتين في الامسكيو مهمين جدا ان الاذن بتسمع من 20 ل 20000 هرتز وما هو فوق 20000 هرتز يبقى التراسونيك وانها اكثر حساسيه للهيومن فويس اللي هو من 2000 ل 5000 هرتز وبعدين المعلومه رقم 5 في الامسكيو انه اذا زاد التردد قل الطول الموجي والعكس بالعكس طيب ناخد الخاصيه الثالثه بعد ما اتكلمنا على الويف لينث والفريكوانسي نيجي للخاصية الثالثة في الساوندز وهي الامبليتيود اللي هي شدة الصوت ارتفاع الموجة اللي هو الامبليتيود هو الذي يحدد شدة الساوند اللاودنس او الانتنسيتي فلما يبقى ارتفاع الموجة عالي يبقى هاي ساوند ارتفاع الموجات منخفض يبقى صوت خفيض
يبقى مش عدد الموجات اللي بيحدد شدة الصوت، اللي بيحدد شدة الصوت هو الامبليتيود، ارتفاع الموجة. الموجة العالية يبقى الصوت عالي، الموجات واطية يبقى الصوت واطي أو خفيض. وهنا بحب أقولها في مزاح، تملي غلطة مشهورة عند الطلبة، خلاص تسأل الطالب يقول لك صوت هاي فريكوانسي معناها صوت عالي، لو فريكوانسي صوت خفيض. غلط يا أولاد، أنا قلت الفريكوانسي، الفريكوانسي عدد الموجات بتحدد التردد. أنا بس أزود إضاءة ثانية بقى. عدد الموجات بيحدد عدد، في حاجة خطأ هنا في الإضاءة بتاعي، عدد الموجات بيحدد التردد. يعني هل لو صوت عالي التردد يبقى صوت حاد، واطي التردد يبقى صوت غليظ. إنما ارتفاع الموجة هو اللي يقولك صوت عالي أو واطي. وبقولها بطريقة فيها مزاح شوية. انت ما بتيجي تقول لواحد علي صوتك بتعمل ايه؟ بتقول له علي صوتك، وطي صوتك، ما بتقولوش يعني اذا ارتفاع الموجة هو اللي بيحدد الصوت عالي او الصوت واطي. علي وطي يبقى الامبليتيود، اما الامبليتيود يزيد يبقى صوت عالي، وطي صوتك يبقى امبليتيود. ما بتقولوش علي صوتك زي والتردد، وطي صوتك قلل التردد. فبقولها طول عمري ليه تشاور صح وتتكلم خطأ. انت بتشاور صح، بتقول له علي صوتك، وطي صوتك، يبقى العلو والوطي الانتنستي ريليتد الامبليتيود، نوت ريليتد لعدد الموجات، فعيب نغلط فيها. طيب نيجي بقى هنا نقطه مهمه جدا في الامبليتيود، عاوزين نعرفها يا اولاد، انه الامبليتيود از ميجرد ان بيلز، بنقيسه بالبيلز احسن منها بالديسيبل. طبعا كما المتر 10 ديسيمتر، البل 10 ديسيبل، خلاص فبنقيسه بالبل. برضو مره اخرى انا قلت لكم التردد السايكلز بير سكند بنقيسه بالهيرتز، نسبه الى العالم هيرتز اللي هو اول من دلل واكتشف الالكترومغناطيك. طب مين بل ده؟ بل نسبه الى جراهام بل، وهو عالم كندي الجنسيه اللي هو مخترع التليفون. وهنا برضو النهاردة في فقر معلومات عامة طويلة شوية، عاوز احكي لكم شوية عن قصة اختراع التليفون ده. هو تكريما لجراهام بيل اللي هو العالم الكندي اللي مخترع التليفون، بقينا نقيس الشدة بالبيل او بالاصح بالديسيبل. هو بيعيش في بلد اسمها برانفورد في كندا، 100 كيلو شرق تورونتو. برانفورد دي فيها أشهر مدرسة للسم والبكم في نورث أمريكا، في أمريكا الشمالية. الراجل جراهام بيل ده كان رخص اكتشاف تليفون اللي كلكم دلوقتي ما بتستغنوش عنه ثانية، واللي انتم بتشاهدوني معظمكم السمارت فونز رايت ناو. كان في الراجل ده كان بيحب بنت في القرية دي برانفورد، وعايز يتجوزها، وهو كان مدرس في المدرسة بتاعت السم والبكم، معهوش فلوس. فأقنع أحد أولياء الأمر من الآباء الأثرياء أنه هيعمل اختراع يرجع السمع لابنه اللي هو في مدرسة السم والبكم دي، ويخد منه قرشين كويسين عشان يعمل اختراع بقى ابنه هيرجع له السمع. صرف نصهم في الجوازة، لقى طبعا منظره بقى مش كويس، يعني نص الفلوس صرفها في الجوازة، الراجل هيجي يسأله فين الفلوس وفين الاختراع. فمسك النص الثاني وقعد بقى يعني في دأب يحاول يتوصل اكتشاف يرجع السمع، فعوضا عنه توصل الى اكتشاف او اختراع التليفون. وكان واحد من اعظم الاختراعات في عالمنا هذا، ولكن كانت وراه قصة حب، ولم يكن المقصود على الاطلاق من جراهام بيل انه يخترع جهاز التليفون اللي هو لا علاقة له من قريب أو بعيد بالصم، لأنه ما يفيدهمش، إنما بقى واحد من أعظم المخترعات في عالمنا هذا، اللي زي ما بقول رايت ناو كلنا بنتواصل بالسمارت فونز، يعني شيء رائع. فالمهم تكريما لجراهام بيل العالم الكندي الذي اخترع
التليفون، ولم يكن يقصد اختراع التليفون لانه كان مدرس للصم والبقم في برامفورد 100 كيلو قلنا شرق كندا. تم يعني ان احنا نقول امبليتيود هنقيسه بالبيل او الاحسن بالديسيبل. نيجي بقى ليل لعلينا، لكن طبعا زي ما بقول بحب قوي المعلومات العامه يبقى عندنا حتى بتسري عنا شويه. فالاول هنقول ان احنا بنقيس الامبليتيود، افتح ودنك معايا، in a relative way يعني بطريقة نسبية. يعني يعني بنشوف شدة صوتك sound intensity نسبة إلى reference sound. يعني إحنا في reference sound intensity إحنا بنقيس صوتنا نسبة إلى هذا الساوند. فأنا صوتي أديه 10 مرات، حضرتك أديه 20 مرة، يبقى أنت صوتك أديه مرتين. يبقى ما بنقيس الساوند بصوره مطلقه وانما بصوره نسبيه، نسبه الى ريفرنس ساوند. طب انا اسالكم وعاوزك تجاوب معايا، تفتكر الريفرنس ساوند ده ننقيه اعلى ما يمكن ولا اقل ما يمكن ولا متوسط؟ انا سمعت الاجابه من معظمكم، معظمكم قال متوسط، وإجابة خاطئة. الريفرنس ساوند ده اخترناه جاست اودبل، يدوبك مسموع، ثريشولد ساوند، يدوبك مسموع. ليه؟ هنفهم حاجة حاجة مع بعض. ايه رأيك انت، تحب الكسور ولا تحب الاعداد الصحيحة؟ يعني كده كبريفرنس. انا سمعتكم كلكم قلتوا الإجابة صحيحة، ما حدش بيحب الكسور، بنحب اعداد صحيحة. طب لو احنا اخترنا الساوند ريفرنس ساوند متوسط وانا اتكلمت اقل من الصوت المتوسط ده، هطلع نصه وواحد تاني يطلع ربعه وواحد سدسه، هندخل في كسور. لكن لما ننقي الريفرنس ساوند جاست اودو الاضعف صوت ممكن، يبقى المقام صغير جدا، يبقى اي رقم فوق اللي هو الساوند بتاعنا هيبقى اكبر منه، يبقى اذا لن يكون هناك كسور، مفيش فراكشنز. ده لماذا تم اختيار الريفرنس ساوند هو الجاست اودبل ساوند او الثريشولد ساوند. طيب فانا اتكلمت بصوتي ده اللي هو الكونفرسيشن المحادثه، لقيت ان المحادثه طاقه المحادثه دي بالنسبه للجاست اودبل صوت الريفرنس ساوند مئات الالوف بل ملايين المرات، يا نهار ابيض. يبقى جينا نتفادى الكسور، لقينا السكيل وسع مننا جدا، فلا بد نصغر السكيل. ايه اسرح احسن حاجه يا اولاد تصغر السكيل؟ ان احنا ما ناخدش النسبه بين قوه صوتنا وريفرنس ساوند، النسبه دي كبيره جدا هتطلع بمئات الالوف او الملايين. ناخد اللوج، لوغاريتم الريشيو، لوغاريتم الريشيو ما بين الساوند انتنسيتي وريفرنس ساوند. وظن انا كنت علمتها لكم ان احسن حاجه تصغر هي اللوج، قلناها ارجع محاضرات سي ان اس وقولها في عجاله. لما اقول يعني لوغاريتم 1000، قلت دي كلمه علميا فيها تجاوز، مفروض الصح اقول لوغاريتم 1000 تو ذا بيس 10، ومعناها أضرب العشرة في روحها كم مرة عشان تدي 1000؟ أضربها في روحها كم مرة؟ أديكوا قلتولي 3 مرات. يبقى هكتبها لكم يا أولاد، هي مش مكتوبة أصلي، هكتبها دلوقتي عشان المعنى يوضح أكتر. يبقى مفروض إن أنا أقول لوج 1000، مفيش حاجة اسمها لوج 1000، لوج 1000 تو ذا بيس 10. يبقى اللوغاريت هو الباور أو الأس بتاع العشرة عشان أحصل على 1000. أهي أهي عطاء صوت دلوقتي أهي عشان توضح الفكرة. مفيش حاجة اسمها لوغاريتم 1000 بكام، مجازا بنقول لوغاريتم 1000، الصح أقول لوغاريتم 1000 تو ذا بيس 10. من هو اللوج يا أولاد؟ قلت اللوج هو الأس اللي يرفع إليه البيز للحصول على العدد، و
واتفق ان انا لما ما اقولش البيز نعتبره 10. يعني ما اقول له رتم 1000 كام، انت في ودنك تسمع اللي ما قلتوش، ان انا كان قصدي اقول لك لوغاريتم 1000 لابس تاني، يعني 10 تتضرب في روحها كم مره عشان تبقى 1000؟ 3 مرات. حتى قلتها لكم في بساطه في محاضرات سي ان اس، واللي قلتها بتطويل اكتر. يبقى للتبسيط اللوغاريتم تملي هو عدد الاصفار، يعني لوغاريتم 1000 تو ذا بيس 10، 10 تضرب في روحها 3 مرات عشان تبقى 1000، ال 1000 فيها 3 اصفار. طب قولوها انتوا بقى. طب لوغاريتم 100000، لوغاريتم 100000 تو ذا بيس 10، يبقى هو مش لازم يقول لك البيس، البيس مفعول ما بيقولهاش تعتبرها تن، تبقى 5. لوغاريتم مليون، مليون واحد جنبيه 6 اصفار، يبقى 6 اند سو اون. يبقى تم تصغير الريشيو بطريقه رائعه، لان لوغاريتم 1000 بقى 3، لوغاريتم 10000 ب 4، لوغاريتم مليون ب 6. فعشان كده بناخد اللوج. لقوا يا اولاد السكيل صغر قوي منهم، يعني زي ما نكون بنهزر، السكيل كبير عشان نصغره خدوا اللوج، خدنا اللوج صغر قوي، طب كبروا شويه. عشان كده ما بنقيسهاش بالبيل يا اولاد، بنقيسها بالديسيبل. طب البيل كام ديسيبل؟ 10. عشان كده بنضرب في 10. يبقى ده اول معادله لحساب شده الساوند. يبقى ازاي بنحسبها تاني؟ ناخدها نقطه نقطه. يلا افتح ودانك. ان ريلاتيف واي، بطريقه نسبيه، يعني بنقيس شده الساوند مقارنه بريفرنس ساوند. طب اول نقطه اتعلمناها الريفرنس ساوند ده نقيه اعلى حاجه ولا متوسط ولا اقل حاجه؟ انا سمعت انتوا قلتوا اقل حاجه، جاست اودبل، عشان يبقى المقام اصغر ممكن عشان نتفادى الكسور. يبقى تملي صوتي انا اقوى من ريفرنس ساوند، اعلى منه لان هو اقل ساوند، فيبقى تملي مفيش كسور. طب نقطه ثانيه، حصل خطا ان طلعت الريشيو كبيره جدا بمئات الالوف او الملايين، طب عشان نصغر السكيل ده قالوا خد اللوج، ما تاخدش الريشيو نفسها، لوغاريتم الريشيو. فلو الريشيو طلعت 1000 وتاخد لوغاريتم يبقى 3 مليون، انا صوتي مليون مره قد ريفرنس ساوند، واخد اللوج يبقى الرقم 6. قلنا السكيل وصغر قوي، فقالوا طب كبروا شويه، ما تقيسهاش بالبيل نسبه الى جرام بيل، قيسها بالديسيبل، عشان كده ضربوا في 10. طيب نيجي المشكلة بقى في بعض الجامعات هنا في مصرنا العزيزة وهناك في نورث امريكا، ما يجيب لك معادلة تاني يقول لك ان الامبليتيود اوف ساوند الديسيبل يساوي 20 لوج مش 10 لوج. بس خد بالك هنا قال مش ساوند انتنتي، ساوند بريشر. يبقى لو استخدمنا ساوند بريشر مش ساوند انتنتي، عوضا عن intensity استخدمنا pressure وreference sound، هيبقى reference sound pressure في الحالة دي نضرب في 20 log. تسأل كثير من الزملاء الأصغر سنا، هو ليه لما بنستخدم pressure نستخدم intensity بنضرب في 10، لما نستخدم sound pressure بنضرب في 20؟ كثير منهم ما يعرفش الإجابة، وأنا بقولها للزملاء الأصغر سنا وطبعا ليه. ليه لما بنستخدم pressure نضرب في 20 مش في 10؟ يعني هي في 2 زايده. انا بجاوبها بصوره بسيطه خالص يا اولاد لكم وللزملاء الاصغر سنا، لازم تسال روحك ما هي العلاقه ما بين الانتنسيتي او اللاودنس شده الصوت والبريشر ضغط الصوت. الساوند انتنسيتي دايركت بروبورشنال تو ذا ساوند بريشر تو ذا سكوير بريشر، يعني البريشر اس 2. حتى واحد يقول لي ليه هي اس 2؟ برضه احب اشرحها لك يا اولاد. هو احنا تعالى في الحياه انسى الفسيولوجي خالص، لان البريشر الضغوط تقاس على المساحات. يعني اقول لك الارضيه دي تحتمل ضغط 100 كيلو جرام، ما ينفعش اقول تحتمل ضغط 100 كيلو جرام، لازم اقول لك على مسطح كام، على مساحه كام. يبقى البريشر في الدنيا مش في الفسيولوجي
بيقاس على المساحات. طب ما المساحة طول في عرض، عشان كده ايه العلاقة بين الساوند انتنسيتي والساوند بريشر؟ الساوند انتنسيتي دايركتلي بروبورشن تو ذا سكوير ساوند بريشر. يبقى لما استخدم البريشر في هنا اس 2 واحنا بناخد لوج اللي هو الاس، يبقى ناخد الاثنين دي نضربها في العشرة تبقى 20 لوج. يبقى لو حضرتك استخدمت الانتنسيتي تضرب في 10 بس، وفاهم ايه العشرة دي؟ انت بتحول البل دي سيبل، البيل 10 ديسيبل. ليه لما بتستخدم البريشر ما تضربش ب 10 تضرب ب 20؟ 20 دي حاجتين، 10 10 اللي هي تحويل البيل الى ديسيبل، و2 لانه العلاقه بين الساوند انتنسيتي والبريشر، الساوند انتنسيتي دايركتلي بروبورشنال تو ذا سكوير سكوير ساوند بريشر. طب يبقى اهي اس 2 وانت اساسا اللوج هو الاس، يبقى تزود على اللوج 2 يبقى 20 لوج. كانت هذه الإجابة هقولها في تهذب للزملاء الأصغر سنا وللطلبة، لأن أنا متأكد أن عدد كثير جدا فكرة الأمبليتيود ده والقياس ده مش في دماغه أساسا. وأقولها تاني في عجالة يا أولاد، كيف نقيس الأمبليتيود؟ أولا قلنا عدد الموجات يحدد النغمة. تردد عالي، صوت تردده عالي معناها صوت حاد، حاد مش عالي. صوت تردده قليل يبقى معناها صوت غليظ مش منخفض. عدد الموجات بيحدد غليظ ام حاد. امال مين اللي يحدد صوت عالي ام خفيض؟ شوف ايدك بتشاور ازاي، علي لفوق وطي لتحت. الامبليتيود ارتفاع الموجه بنقيسها ازاي؟ بطريقه ريلاتيف، يراعى في المعادلة ثلاث نقاط، ان احنا بنقيس شدة الصوت بتاع حضرتك نسبة الى ريفرنس ساوند انتنسيتي. فاول نقطة اخترت الريفرنس ساوند ده ايه؟ لتفادي الكسور اخترنا جاست اوديبل. تاني نقطة طلع الريشيو كبيرة جدا، عشان نصغر الريشيو دي خدنا اللوج، عشان السكيل يقل خدنا اللوج. تالت نقطة صغر جدا، عشان نكبره شوية بلاش نقيسه بقى بالبيل، لو خدت اللوج كان هيطلع بالبيل، خليها بالديسيبل. طب البيل 10 ديسيبل يبقى ضربنا في 10. يبقى ثلاث نقط هنا مع شرط مستعشق النظام، الريفرنس ساوند جاست اودبل لازم اقل ما يمكن عشان ما فيش كسور، الريشيو كبيره جدا، السكيل وسع قوي يبقى ناخد اللوج لتصغير الريشيو، صغر قوي يبقى نكبره شويه ما نقيس بالبيل، نقيس بالديسيبل، البيل 10 ديسيبل نضرب في 10. لو لقيت المعادلة مكتوب فيها ساوند بريشر مش انتنسيتي ما بيبقاش هنا 10 لوج 10 لوج، بيبقى 20 لوج. قلتها ليه؟ لان ما هي علاقة الساوند انتنسيتي بالساوند بريشر؟ الساوند انتنسيتي دايركتلي بروبورشنال تو ذا سكوير ساوند بريشر. قلتها ليه؟ لان البريشر يقاس على المساحات، اس 2 بول في عرض. طيب هنا انت بتاخد اللوج اساسا، طب يبقى تاخد الاثنين دي مضروبه، يبقى تضربها في 10 تبقى 20، ده جاب من الاثنين. طيب نيجي بقى شويه ارقام فيهم اثنين بس اللي بيجوا في الام اس كيو، بس انا هقولهم كله. اشهر سؤال لما يقول لك صوت جاست اودو بقوته كام؟ طبق على المعادله. يبقى انا هنا الساوند بتاعتي جاست اودو والريفرنس ساوند جاست اودو، يبقى البسط جاست اودو صوتي والريفرنس ساوند اللي بقيس اتجاهه المقام جاست اودبل. جاست اودبل على جاست اودبل يبقى الريشيو 1. لوغاريتم واحد، لوغاريتم واحد ما فيهوش ولا صفر جنب الواحد يبقى صفر، فيقولوا الصوت 0 ديسيبل. يبقى عيب عيب لما يقول لك صوت شدته 0 ديسيبل ما تقولش مش مسموع، ما فيش صوت، لا يبقى مسموع جاست اودبل، لان هنا قوه صوتك هي قوه ريفرنس ساوند. يبقى الريشيو ما بين صوتك وريفرنس ساوند 1 ولوغاريتم 1 بصفر، لان قلنا اللوغاريتم هو الاس اللي بيرفع عليه البيز للحصول على الرقم على اساس البيز الثاني. وحتى سالتها لك قلت لك هو عدد الاصفار اللي جنب الواحد، طب واحد ما فيش جنبيه ولا صفر يبقى صفر اللوج. الويسبرنج اللي هو الهمس بيبقى 40 ديسيبل، الحاجات دي ما بتجيش، واذا جابها زميل فاضل يبقى يعني بيضيع وقت الطلبه، مش مفروض ان احنا نحفظ لسه دي. النورمال كونفرسيشن المحادثة 60 ديسيبل. الترافيك نويز
صوت الترافيك المواصلات والحاجات 80 ديسيبل. النيوماتيك دريل اللي هو الدقاق الهوائي ده اللي بيكسروا بيه الرصف بتاع الطريق سموه نيوماتيك دريل، او الاير بلين بتبقى قوتها 100 ديسيبل، الجيت بلين اللي هي الطياره النفاثه 120 ديسيبل. اما لو 140 ديسيبل اور مور هيبقى الساوند بينفول ويعمل دامج. وعشان كده بقول يا اولاد لما تروح فرح، تروح ديسكو، تروح اي مكان مسرح ولا حاجه، ما تقعدش جنب السبيكر السماعات. لو ودنك وجعتك يبقى الساوند قوته اكتر 140 ديسيبل، شد ال 140. وقلنا البين، البين سيجنالز تيشو دامج، قلناها مع السين اس، رجع لها محاضراتنا. ادام الصوت واجع ودنك يبقى دلوقتي ودنك بيتم تخريبها. فيمكن تبقى نصيحه حلوه، ابعد يا اولاد، ابعدوا خالص عن السبيكرز. كل ما الصوت بقى واطي وغير ما يؤذيش الودن ما يوجعهاش يبقى ده صوت مقبول. اي صوت ربنا بينبهك، البين سيجنالز دامج، صوت مؤلم يبقى صوت بيعمل دامج اللي هو من اول 140 ديسيبل. فين هنا السؤال؟ يقول لك ساوند 60 ديسيبل، يبقى ده قد ايه؟ قد الساوند بريشر الريفرنس ساوند. تعال نشوفها، يبقى نطبق الساوند بريشر هنا 60، يبقى 60 على 20 يبقى 3، يبقى كانه ده 3 يبقى 3 اصفار، يبقى الساوند الاصلي 1000 تايمز الريفرنس ساوند او الثريشولد ساوند. مش هي كده؟ ما هو ال 60 دي جت ازاي؟ كانه هو بالعكس، هو بيقول لك هنا هنحط هنا 60. طب خلاص لو هنا 60 قول لي بقى يبقى النسبه دي كام لكام؟ 60 تساوي 20 لوج لوج كام بقى هنا؟ يبقى اللوغاريتم 1000، عشان يبقى اللوغاريتم 3، 3 يعني الساوند بريشر 1000 مره قد الريفرنس ساوند. ده السؤال الثاني ممكن يجي. يبقى سهل تحلها ازاي؟ لما يقول لك الساوند ده كم مره البريشر بتاع الريفرنس ساوند، حط مكان الساوند هنا 60، يبقى 60 تساوي 20 لوج، يبقى 60 تساوي 20 في 3. طب 3 دي يبقى لازم ده قد ده كم مره عشان يبقى اللوغاريتم 3؟ لازم يبقى 1000 مره عشان يبقى في 3 اصفار. سهل قوي. مره ثاني بعيدها اهو، الاكتوال او الثريشولد ساوند اللي هو يساوي ريفرنس ساوند يساوي 0 ديسيبل جاست اودبل. يعني الثريشولد ساوند اللي هو الريفرنس ساوند قوته هو جاست اودبل، مش قوته عاديه، قوته 0 ديسيبل. لانه في هذه الحاله قلنا هيبقى الريشيو 1، يعني اللي فوق زي اللي تحت هما الاثنين جاست اودبل. عشان يبقى جاست اودبل يبقى الريشيو 1 لوغاريتم 1 بكام؟ بصفر. يبقى تنسى الصوت اللي جاست اودبل قوته 0 ديسيبل، والعكس لما يبقى الصوت قوته 0 ديسيبل 0 ديسيبل 0 ديسيبل ما يبقاش مش مسموع، يبقى جاست اودبل. عشان يبقى جاست اودبل ده الصوت مقارنه بريفرنس ساوند اللي هو جاست اودبل، جاست اودبل على جاست اودبل 1 لوغاريتم 1 بصفر. بس قلناها 100 مره. نيجي النقطه الرابعه ما بيدقش فيها ناس يعني كتير، بس انا بحب اقولها، اللي هي الويف فورم. وهنا بحب اقول مثال هيفهموا الناس اللي عندهم شويه يعني حس فني. بفرض في بيانو وكمان، وقلت لهم هما الاثنين ادوني نفس النغمه الدو مثلا، خلاص يبقى ادوني نفس النغمه نفس التردد بنفس العلو. يبقى هنا اتحد الصوتان في شيئين، في التردد، هما الاثنين بيدوا الدو وهما الاثنين بنفس العلو، يبقى اتحدوا في التردد الفريكونسي بيدوا الدو، واتحدوا في الارتفاع اللي هو الامبليتيود. ومع ذلك ودني بتقول ده صوت بيانو وده صوت كمان. يبقى لازم في حاجه ثالثه بيختلف فيها الصوتين تمكن الاذن انه يميز البيانو من الكمانجه، برغم ان هما الاثنين اتحدوا في ايه؟ في الفريكونسي، هما الاثنين بيدوا نفس الفريكونسي نفس النغمه الدو وبنفس العلو نفس الشده الامبليتيود.
دي للناس اللي فاهمة موسيقى اهي. بص ده صوت بيانو وصوت كمان. لما تعد عدد الموجات هنا اربعة هنا اربعة يبقى اتحدوا في الفريكوانسي. ارتفاع الموجة هنا زي ارتفاع الموجة هنا. انما اختلفوا في النغمات التوافقية اللي يسموها السكندري ويفز. يعني اقول البيانو كمان اتحد في النغمة الاساسية. اهي النغمة الاساسية متحدين فيها. نفس عدد الموجات ونفس ارتفاع الموجة. لكن الموجات اللي محطوطة على الموجات، الموجات الصغيرة اللي محطوطة على الموجات الاساسية يسموها النغمات التوافقية secondary waves. هي دي اللي بتمكن اذن الانسان انه يميز بين بيانو وكمانجا متحدين في نفس النغمة. هما الاثنين بيدوا نفس النغمة، نفس الفريكوانسي، الدو نفس الفريكوانسي، نفس عدد الموجات وبنفس الشدة بنفس الامبليتيود. بس ودي لسه بتقول ده كمان وده بيانو، يبقى في اختلاف ثالث. هما اتحدا في النغمة التوافقية. لما اقول اتحدوا في فريكوانسي وفي الامبليتيود يبقى اتحد في النغمة الأساسية. إنما اختلفوا في النغمات التوافقية اللي هي محطوطة على النغمة الأساسية اللي هي نسميها السكندري ويفز. طيب ده كان يا أولاد الفيزيكس بتاعت الهيرينج. نيجي للأناتومي بتاع الهيرينج. ستراكشر اير. طبعا يعني ممكن تريفير الهيستولوجي بس يعني ما اعرفش بقى بيشرحوها ازاي ولا بيفوتوها على اساس تبقى الهيستولوجي قالوها ولا لا. عموما رقم الساعد هنا هو رقم 3 يا اولاد، كل حاجه 3. الاذن ثلاث اجزاء، اذن خارجيه اكسترنال واذن وسطى ميدل واذن داخليه الانر اللي يسموها كوكليا او القوقعه. كل واحده فيها 3. فنمسكهم واحده واحده. خد بالك لحد دلوقتي ما عندناش سؤال نظري يا ولاد. الاكسترنال اير تكون من 3 اجزاء. بينا اللي هي صوان الاذن اهي اللي بشاور عليها، وبعدين اكسترنال اوديتوري ميتس اللي هو الدهليز، وبعدين ينتهي بالطبلة اللي هي التيمبانيك ممبرين. خلاص يعني في عندي هنا البينا، وبعدين في الاكسترنال اوديتوري ميتس، وانا حاطط صباعي على الطبلة دلوقتي. يبقى بينا اكسترنال اوديتوري ميتس والتيمبانيك ممبرين. طيب نمسك بقى التيمبانيك ممبرين ده، واهم حاجه الطبلة 1 سنتي ان دايمتر. خلاص انما يعني المساحه بتاعته 55 ملم مربع، وشكله كون شيب. ليه؟ انا برضو عاوز اشرح لك ليه هو كون شيب. هي احنا عاوزين نركز الصوت. فتخيل انا هبتدي بالبينة اللي هي كبيرة كده، وبعدين اكستريميتر ميتس، وبعدين هو شكله زي الكون. يبقى الصوت اهو دي رسمتها لك، هيتركز في نقطة اهي. يبقى ده البينة، شوف دي كلها بتستقبل الصوت، وبعدين هتدخلها على الاكستريميتر ميتس. الرائع بقى ان الدرام او التيمبانيك ممبرين شكله كون زي المخروط كده عشان يحصل تركيز جامد للصوت. تبقى فهمت مش بنقرا والسلام مع بعض. وكفر من بره بسكين ومن جوه بميوكس ممبرين. نيجي الكاركترز اوف تيمبانيك ممبرين. ده سؤال شافه يا ولاد. التيمبانيك ممبرين فيه 4 خصائص، 2 منهم بعتبرهم يعني خاصيتان عاديتان، واثنين الواحدة مليون جنيه. ان التيمبانيك ممبرين ده طبلة، والطبلة لازم تبقى إلاستيك. حلو مفهوم طبعا، يبقى مرنة ولازم تبقى مشدودة تنس. اوكي حلو قوي. دول اللي قلتهم دول الصفات العادية، انه إلاستيك وتنس. الصفة الثالثة والرابعة هما المهمين قوي، انه أبريوديك. يعني ايه؟ يعني no natural frequency. طالب قال لي مش فاهم ولا حاجة، اقولها لك بلغتنا العربية الجميلة، يعني لا تردد له وانما يتردد حسب الصوت. عاوزك تفهم، لو ان التيمبانيك ممبرين زي الشوكة الرنانة اهي،
وضربتها ضربة جامدة ضربة ضعيفة تطلع نفس النغمة. تخيل لو كانت تيمبانيك ممبرين ابريودك, يعني كان بريودك, اسف, كان ليه تردد معين, كان اي صوت يتلقاه ودني يهز نفس عدد الهزات اسمع كل الاصوات, كل الاصوات صفارة زي الصفارة اللي بتنتج من اهتزاز الشكر والنان. لكن من عظمة الخلق والخالق ان التيمبانيك ممبرين ابريودك لا تردد له, نو ناتشرال فريكوانسي, وانما يتردد بتردد الصوت. فهذه الميزة هي التي مكنت الإنسان من تمييز النغمات المختلفة ومن ثم الأصوات. عشان كده بقول دي ميزة ما أقدرش أقول بمليون جنيه, إنما أقدر أقول إنها priceless, يعني قيمة لا يمكن حسابها, priceless. تخيل لو التمبانيك ممبرين ده كان زي الشكر أنها ليه تردد معين, يبقى كل الأصوات أسمعها بهذا التردد كأنها صفارة, إنما هو يتردد حسب تردد الصوت. فبالتالي ده اللي مكننا من تمييز الترددات المختلفة وبالتالي الأصوات المختلفة, إنه أبريودك نو ناتشرال فريكونسي. خد اللي بعدها رائعة برضو, دامب. يعني إيه دامب؟ يعني يتوقف بتوقف الصوت, تو دامب يعني تو انهبت تثبط, يبقى stops if a sound stops. تخيل برضو أرجع لمثال الشكر الناس, الشوكه ان انا ضربتها يعني الاستيمولس خلص والشوكه عماله تتهز والصوت مستمر. تخيل انا واحد بيكلمني بيهز التمبانيك ممبرين, هو بطل. تخيل لو التمبانيك ممبرين عمال يهتز, يبقى اسمع اصوات هو ما بيتكلمش بس ده زي الشوكه لسه بيهتز, اسمع حاجات هو ما قالهاش وافقه على حاجات ما قالهاش خالص. انما من عظمه التمبانيك ممبرين طالما انا بتكلم هو بيهتز, طالما انا بتكلم هو بيهتز, وانثقب يتوقف. شوف العظمة, يتوقف بتوقف الصوت, دامبت ستوبس immediately بتوقف الصوت. يبقى أربع مزايا في التيمبانيك ممبرين, إنه كأي طبلة مرن مرن ومشدود إلاستيك أند تنس, يقول مستين عاديين خالص. إنما في المزايا اللي هي بقول priceless لا ثمن لها, انه أبريودك لا تردد له ولا ما يتردد حسب الصوت, نو ناتشرال فريكوانسي, فامكننا ذلك من تمييز الترددات. ودامبد يتوقف بتوقف الصوت, وبالتالي يتوقف السمع بتوقف المتكلم. ايه العظمه دي؟ طيب نيجي بقى وظائف الاكسترنال ايه. مفيش سؤال بيجي زي كده, عمرهم بيجي في الهيرينج سؤال واحد ما بيضعوه في الكلام ده. انما هتقول انت بتقوله ليه؟ طب لما بيجيش, لان انا بقول لكم كورس, انا ما بدرس امتحان, بدرس كورس وفي مضمونه في نص الامتحان. لكن لو عايز ادرس الاسئله الامتحان بس اخد زي ما قلت لكم 100 مره ربع الوقت. لو انا هعمل مراجعه الامتحان وفي يوم من الايام هبقى احط على النت مراجعه الامتحان للناس اللي وقتها محدود خالص بقى, واحد عاوز يلحق يروحه في الاخر. لكن الصح ان احنا ندرس, احنا داخلين ندرس طب اساسا. ما هي وظائف الاكسترنال اير؟ اول وظيفه كولكشن اوف ساوندز, بتجمع الاصوات وبعدين تزود الساوند بريشر على التيمبانيك ممبرين, ودي فهمناها يا اولاد, لان بنبتدي بالبنه كبيره قوي هنا ونركزها في الاخر على نقطه في التيمبانيك ممبرين اللي كان كون شيب. يبقى نكولكت ونركز الساوند بريشر الاثنين, وبعدين ساوند لوكاليزيشن تعرف مصدر الصوت, هنقولها في اخر المحاضره, ان لو الصوت جاي من الناحيه اليمين بيبقى اقوى على ودني اليمين انه على ودني الشمال. صوت جاي من اليمين خلاص هيبقى هيوصل ودني اليمين اقوى من ودني الشمال, والعكس لو صوت جاي من الشمال هيبقى اقوى على ودني الشمال منه على ودني اليمين. يبقى بتساعدني في اللوكاليزيشن, دي مهمه جدا. طيب الوظيفه الرابعه بروتكتيف فانكشن. في شمع جوه ودن اولاد الواكس, يعني اولا هو بيطرد نفسه بنفسه على فكره, يعني يعني محاوله تنظيف الاذن غالبا تؤدي الى جرحها وتؤدي الى انفكشن, ما تحاولش تنضفها, هي بتنضف لوحدها الا اذا زاد الواكس قوي طبعا بنحتاج ننضفها. الواكس ده مش مجرد شمع يا اولاد, ده في ماده قاتله للبكتيريا, بكتيريوسايد. وبعدين الاير بتاع الاكسترنال اير بيتميز بانه مويست وورب,
فالمويستشر ده والنور بيحتفظ بالطبله مشدوده. انت عارف الطبله لما بيجوا يشدوها بيسخنوها. طب عشان كده ربنا حاطط الطبله جوه خالص في ودنك في درجه 37 عشان تبقى مشدوده ومويست عشان تقعد تملي ما تنشفش وتتقطع. وبعدين خامس وظيفه الفانكشن اوف تيمبانيك ممبرين اللي هم الاربعه الاستيك تنس ابيريوديك ودامبت. لو ما عندكش وقت الاكسترنال اير دي انساها ما بتجيش خالص. تسمعها مره واحده بس يعني عشان تحس انك انت واخد موضوع كاملا. انما نيجي بقى في المهم اهم واحده عندنا الميدل اير. ميدل اير ثلاث اجزاء يا اولاد. يوستيك كان تيوب ودي لوحدها سؤال نظري هنجي لها حل. وبعدين ماستويد اير سيلز. عارف الماستويد حط ايدك عليها تحت ودنك. وبعدين ميزو تيمبانيوم اللي هو الكافيتي بتاعت الميدل اير. فيها ثلاث حاجات يبقى حلوه ثلاثه ونمره ثلاثه فيها ثلاثه كل حاجه ثلاثه قلنا بنسميها المينتال سيت التهيؤ الذهني. يبقى في اوستيكن تيوب قناه اوستيكن هقولها دلوقتي حالا. ماستويد اير سيلز اللي تحت ودنك عظمه الماستويد والميزو تيمبانيوم اللي هو الكافيتي. الكافيتي دي فيها ثلاث حاجات اللي هي دي اهي كافيتي يا ولد. فيها 3 اسيكلز ثلاث عظيمات هم اصغر عظيمات في الجسم في كيف تربح المليون. لما يقول لك مين اصغر عظم في جسمك هو العظم بتاع الميدل اير بتاع الاذن الوسطى. ماليولاس وانكس وستيبس. ماليولاس وانكس وستيبس دول في كلمة وظيفتهم روافع ليفر لايك بيوصلوا الصوت مكبر للأوفر ويندو هنا. يعني احنا اوريدي كبرناه هنا قلنا عشان خاطر بدأنا مساحة كبيرة ورحنا للدرام اللي هو كونيكال شيب. فهم بينقلوا الساوندز لوان ويندو اللي هي الأوفر ويندو ومكبر. وهنيجي فيه تو ماسلز جوه الميدل اير. واحدة ماسكة في الهاند اوف ماليولاس هي. والهاند اوف ماليولاس ماسكة في الطبلة. فدي لما تكون تراك تشد الطبلة عشان كده حتى بيسموه اسم جميل يا ولاد. تنسور تمباناي. تنسور يعني بتزود التنشن بتاع التمبانيك ممبرين بتاع الطبلة. دي مهمة جدا لما نتعرض لبريف لاود ساوند زي اللي انا عملته دلوقتي. لما يجي صوت قصير وقوي لو الطبلة مش مشدودة تتقطع. فالتنسور تمباناي دي اي مرة بعلي صوتي كده دلوقتي بيحصل ايه؟ بتروح شد الهاندل بتاع الماليوس شد الطبلة خلاص تمنع انها تقطع. الاستابيدياس بتشتغل برضو بنفس القصة مع البريف لاود ساوند. لان ممكن البريف لاود ساوند يعمل ايه؟ يدخل الفوت اوف ذا ستيبس في الاوفر ويندو المسافه كبيره يحصل لها امباكت ما تطلعش. يعني اهي بالشكل ده. دلوقتي بص يا اولاد ده الفوت اوف ذا ستيبس في الاوفر ويندو كده في اوفر ويندو اهي. فممكن الصوت القوي يروح مدخل الرجل دي في الاوفر ويندو تبقى امباكتد تتحشر ما تطلعش باظت الودن. فدي بقى وظيفه الاستابيدياس انها بتمسك الاستيبس. ليه؟ عشان تمنع الاكسسيف تمسكها كده تمنع الاكسسيف انورد موفمنت اوف ذا فوت اوف ذا ستيبس في الاوفر ويندو. يبقى التو ماسل دول مهمين جدا بيشتغلوا مع اسمع بريف لاود ساوند. بريف لاود ساوند. اللاود ساوند ممكن يقطع الطبله فالتنسو تمبراي بتشد الطبله بتشد الهاندل بتاع المانيوس اللي بتشد الطبله عشان كده سموها تنسور تمباناي. طب والاستابيدياس بتشد الاستيبس عشان تمنع ان الفود بتاعتها تتحشر في الاوفر ويندو مع البريف لاود ساوند. شيء رائع لما نفكر فيها بهذه الصوره يا اولاد تبقوا عارفينها كويس قوي. انا عايز اقول لكم حاجه لطيفه في الحفظ. ما يقول لك الماسل دي سبلايد بانهي اعصاب؟ طالب زكي قال الموتور نيرفز اوف ذا فيس اتنين الفيشيال خلاص والترايجيمينال
واحد يقول لي ده الترايجيمينال سنس، يا بابا انت نسيت الترايجيمينال ده ثلاثه، في اوفثالميك وفي ماكسيلري وفي مانديبولار ديفيجن، مش عشان كده سموه ترايجيمينال ثلاثه. المانديبولار ديفيجن ده موتور، انا احفظها اجابته يا سهله، التنسور تمبراي بحرف التي سبلايد بالترايجيمينال بحرف التي، يبقى خلصت، يبقى الاستفيد يا زميل الفيش. ما انت ما فيش موتور نيرفز في الهيد نيك غير اتنين، الترايجيمينال والفيشل، التنسور تمبراي سبلايد بالترايجيمينال، مين بالظبط؟ المانديبولار ديفيجن اوف الترايجيمينال، يبقى الثانيه سبلايد بالفيش. يبقى الميدل اير يا اولاد قلنا فيها الاتي عشان عارف، تاني في اوستيكان تيوب هنشرحها دلوقتي حالا، فيها ماستويد اير سيلز اللي هي الماستويد بون تعرفها، والميزو تمبانيان الكافيتي فيها ثلاث حاجات، فيها اير جالها من الاوستيكان تيوب، وثري اوسيكلز بتشتغل كروافع اللي هي بتخلي بتابلاي ساوند تو اونلي وان ويندو اللي هي مين؟ الاوفر ويندو، يروح عشان يبقى في ديفرنس في الـ في الـ في البريشر ما بين الاوفر ويندو والراوند ويندو اللي هنجيلها دلوقتي حالا. وبعدين تو ماسلز، تعالى بقى التو ماسل ده سؤال نظري لوحده، يعني الاوستيكان تيوب لوحدها سؤال نظري، الماسل لوحدها سؤال نظري، الميدل اير سؤال نظري. ميدل اير دي مهمه جدا. قلنا انت خايف من انهي ساوند؟ البريف لاود ساوند، انه يقطع يبوظ الود، فعشان كده بيعملوا ريفلكس اسمه اتينيويشن ريفلكس. اتينيويشن ريفلكس اللي بيضعف اللاود ساوند، ادي معنى كلمه اتينيويشن، او اكوستيك تيمبانيك ريفلكس ليه اسمين. ازاي؟ انه ريفلكس ده بيمنع الدامج باي هاي انتنسيتي ساوندز، قلنا الاصوات العاليه ممكن تعمل دامج للود، تقطع الطبله فالتنسور تيمباناي بتعمل ايه؟ بتزود التنشن في التمبانيك ممبرين عن طريق انها بتبول الماليوس هاندل انورد، وقلنا دي سبلاي دي بالترايجيمينال. بينما الاستابيديس اللاود ساوند ممكن يدخل الفوت اوف ذا ستابس في الاوفر ويندو لمسافه كبيره ما تطلعش، يبقى بريفنتس اكسسيف انورد موفمنت اوف فوت اوف ذا ستابس ان اوفر ويندو، ودي سبلاي دي بال فيشيا. تاني وظيفة احنا لما بنتكلم يا ولاد during vocalization والشوينج وانت بتندغ اللبان، الريفلكس ده بيشتغل عشان يمنع صوتك انت الفوكاليزيشن وصوت الندغ من انه يقلل الساوندز بتاعهم عشان خاطر تقدر تسمع الاصوات الخارجية، يبقى بتكونتراكتس بريور قبل كل مرة هتتكلم فيها وتتندغ فيها عشان صوت كلامك انت والشوينج يقل شويه فتقدر تستقبل اصوات خارجيه. ده الاتينيويشن ريفلكس. انا عاوز اقول لكم حاجه، معلومه جميله قوي يا ولاد، هذا الاتينيويشن ريفلكس عيبه انه بطيء نسبيا، هو بطيء بياخد جزء من الثانيه بس ده نعتبره بطيء، بحيث انه ما بيلحقش يشتغل مع الكانون ساوندز، مع اصوات المدافع، عشان كده اصوات المدافع ممكن تبوظ ودنك، تقطع الطبله وممكن يدخل الفوت اوف ذا ستيبس في الاوفر ويندو مسافه كبيره ما تطلعش تاني ويبقى الودن باظت. بس انا عاوز اقول لك حاجه، ده مش عيب استغفر الله العظيم في الخلق، ده عيب فينا احنا بنغير في خلق الله. ربنا ما قالناش نخترع مدافع ونضرب بيها بعض والاتينويشن ريفلكس يحمي الودن من صوت المدافع. واظن لو حضرت فيلم سيف برايفت رايان بتاع توم هانكس وخد اوسكار في المؤثرات الصوتيه، ادونا في وقت اصوات المدافع الاحساس اللي بتحسه الودن من غير اتينويشن ريفلكس. فالاتينويشن ريفلكس ده اتينويشن بيضعف البريف لاود ساوند، بيقلل من تاثيرها، التنسور تمبراي تشد التمبانيك ممبرين الهاندل اوف ذا ماليوس فتحتفظ بالطبله مشدوده، عشان الطبله لو اتضربت عليها وهي مرخيه جامد هتقطع، تبقى مشدوده ما تقطعش، ومن اسمها تنسور تمبراي سبلاي بالترايجيمينال. والاستابيديس الصوت العالي ممكن يدخل الفوت اوف ذا ستيبس في الاوفر ويندو وتتحشر في الاوفر ويندو وباظت الود، فهو بيبول الاستيبس تو بريفنت الانوردز excessive inward movement of the foot of the stabilis في الاوفر ويندو.
سبلاي بالفيش، لكن ربنا ده للاصوات الطبيعيه العاليه. لكن كانون ساوند انت مخترع حاجه يبوظ ودني تبوظ، انت اللي غيرت. تاني حاجه انها بتكونتراكت مع الفوكاليزيشن والشوينج. طيب تعال نشوف فانكشنز اوف ميدل اير. اول وظيفه الميدل اير انها بتكوندكت الساوندز من الاكسترنال اير تو ذا كوكليا، ما هي ميدل في النص، بتنقل الساوند من الاكسترنال اير للكوكليا اللي هي الانر اير. تاني حاجه انها بتبروتكت الكوكليا الانر اير اللي بيسموها قوقعه، هنشوف سموها ليه قوقعه هوريها لك في الصوره اللي بعدها. عايزك التالته دي تفهمها معايا لانها صعبه شويه. امبيدنس او ريزيستنس ماتشنج دي مهمه قوي. امبيدنس يعني ريزيستنس. خدش بالك ناس اول مره يعني هتتحف وتنبسط بالمعلومات اللي هتسمعها. خدش بالك ان الساوند ويف في الاكسترنال اير ماشي في هواء، اوكي؟ طب وفي الميدل اير الانر اير، اسف، الكوكليا، الكوكليا دي مليانه فلويد، ماشي في فلويد. يعني الصوت هينتقل من الهواء بتاع الاكسترنال اير عبر الميدل اير للميه للفلويد للاندوليمف والبيريليمف اللي موجود في الانر اير الكوكليا. طالب قال لي برضو مش فاهم. لا افهمك بقى بامثله في الحياه. لما الساوند ويف ينتقل من هواء الميه يضيع معظم الطاقه اللي فيه. طالب قال لي ادينا مثال. حضرتك زميلان بيسبحا مع بعض في البحر، واحد فيهم غطس تحت المايه والتاني لسه فوق المايه، نص الفوقاني فوق المايه والتاني غطس، كلمه وهو تحت المايه يسمعك؟ لا، لازم تصرخ بصوت عالي جدا عشان يوصل جزء ضئيل جدا من الساوند بتاعك، لان مقاومه الهواء للصوت، انت بتتكلم في الهواء والصوت ده هيخترق المايه عشان يوصل له تحت، مع انه غطس على بعد نص متر بس. مقاومة المياه مختلفة عن مقاومة الهواء، فبيضيع معظم الساوند. طب ما هو ده الوضع اللي عندنا، ان الساوند ويفز بتنتقل من الهواء، الهواء بتاع الاكسترنال اير الى السوائل، السوائل بتاعة الانر اير، فهيضيع معظم الطاقة اللي فيها. فكان لابد من معادلة الجزء اللي هيضيع ده، وإلا ما نسمعش. ازاي بقى بتعادلوا الميدل اير؟ بانها بتكبر الاصوات 22 مره عن حقيقتها، بتعمل لها امبليفيكيشن عشان بعد هذا الفقدان، بعد هذا الفقدان كنتيجه الانتقال من الهواء بتاع الاكسترنال، الهواء بتاع الاكسترنال للفلويد بتاع الانر، الجزء اللي يوصل يبقى كويس. طب التكبير ده 22 مره بيتم ازاي يا اولاد؟ تعال نشوف مع بعض. 17 مرة ان التيمبانيك ميمبرين الطبلة حجمها قد الاوفر ويندو 17 مرة، السيرفس اريا بتاعت الدرام قد السيرفس اريا بتاعت الاوفر ويندو 17 مرة، فده قد ده 17 مرة، فده بيديك تكبير 17 مرة. طيب وبعدين قلنا ان الاوسكل دي بتشتغل كروافع، يعني الحركة الصغيرة هنا يقابلها حركة اكبر الناحية التانية، دي بتكبر 1.2، فما تضرب 17 في 1.2 النتيجة تبقى 22 مرة. ده اسمه امبيدنس، يعني ريزيستنس ماتشنج. لو ما فيش الميدل اير دي، الصوت جاي في الهواء بتاع الاكسترنال اير هيدخل على المايه بتاع الانر اير ضاع معظمه. فكان لابد الميدل اير تكبره 22 مرة عشان اللي يوصل يبقى مسموع امبيدنس ماتشنج. بعد كده عندنا ثلاث وظائف خاصة. يبقى أنا بحب أقسم الميدل إير، هنجمعها دلوقتي حالا، ما تقلقش، ده أصعب حتة عندنا في المحاضرة دي. الميدل إير ثلاث وظائف عامة وثلاث وظائف خاصة. ثلاثة الخاصين اللي هو الأوسيكولار سيستم، في كلمة بيعمل تكبير 1.2 اللي هو ليفر لايك أكشنز، وبعدين وظائف المصل اللي هو الأتينيويشن ريفلكس، او قلنا لي اسم تاني اكاستيك تيمبانيك ريفلكس، وبعدين الاستيكن تيوب اللي هنتكلم عليه. ده وظائف الميدل اير. تعالى بقى راجع لك تاني الميدل اير عشان عارف انك تهت مني شويه.
ميدل اير احنا قلنا الاير عموما ثلاث اجزاء اكسترنال وميدل وانر، كل واحده قولي لي ثلاث اجزاء مع شقط مثل عشق النظام. الميدل اير في استيكن تيوب اهي، وفي الماستويد ده الاستيكن تيوب، وفي هنا الماستويد بروسيس، وفي الميزو تيمبانيوم نما ثلاثة اللي هو جواه ثلاث حاجات، هوا جاي من الاستيكن تيوب، وثري اوسيكلز وتو ماسلز. انا عاوز بقى الثري اوسيكلز، انا عارف ان دي بتوع الاناتومي المفروض يقولوها، بس انا اقول اني عندي طريقه لطيفه فيها. ايه علاقه الثري اوسيكلز ببعض؟ ده سؤال اناتومي بس انا هساعدك فيه بطريقه حلوه قوي. الماليولس عندها هيد وهاندل، راس وايد، والستيبز عندها راس وفوت، يعني واحده عندها راس وايد وواحده عندها راس وفوت. فاول جمله حلوه في الحفظ يا اولاد، الانكس ان بتوين ذا تو هيدز، حلوه الانكس اهي ان بتوين ذا تو هيدز، ذا هيد اوف ذا ماليولس وذا هيد اوف ذا ستيبز. طب يبقى باقي الهاندل هنا والفوت هنا، فبقول الرجل على الشباك، الفوت اوف ذا ستيبز على الاوفر ويندو. هو وضع غير مهذب، بس ساعات تلاقي واحد كده قاعد بغير تهذب على الكرسي وحاطط رجله على الشباك. طب والايد هنا؟ الايد على الطبله، حلوه. يبقى الهاندل على الطبله على الدرام، والفوت على الشباك على الاوفر ويندو. طب والتو هيدز؟ الانكس ان بتوين ذا تو هيدز. دي طريقه يا اولاد سهله ورائعه في حفظ في الاناتومي، اديني ساعدتك اناتومي، الريليشن ما بين الماليولس والانكس والستيبس. اقولها تاني في عجاله، الماليولس هيد وهاندل، الستيبس هيد وفوت. طيب الانكس ان بتوين ذا تو هيدز اوف ذا ماليولس اند ستيبس، يبقى ايد ورجل، الايد على الطبله طول عمرها الايد على الطبله، ما الطبله عليها الايد. طب والرجل على الشباك بتاع الستيبس، تبقى طريقه سهله يا اولاد. وبعدين قلنا الماسلز. طيب تعالى بقى الفانكشنز، ممكن يجي لنا الفانكشنز وميدل اير كامله. نقول اولا انها ات كوندكتس الساوندز من الاكسترنال اير للكوكليا اللي هو الانر اير، دي اول وظيفه. ثاني وظيفه بروتكت الكوكليا، بتحمي الكوكليا. ثالث وظيفه عامه برضو اللي هي امبيدنس فانكشن، امبيدنس او ريزيستنس ماتشنج، ان الساوندز ماشي في الاير اوف ذا اكسترنال اير. هننتقل للفلويد اوف ذا انر اير، موست اوف انرجي ويل بي لوست، زي ما انت بتكلم وانت راسك فوق المايه بتكلم واحد غطس على عمق نص متر تحت المايه صادق ما يسمعش حاجه. فعملت ايه الميدل اير بقى؟ كبرت الصوت 22 مره، 17 مره لان التمبانيك ممبرين قد الاوفر ويندو 17 مره، و1 و2 من 10 بسبب الليفر لايك اكشن واوسكلز، تضرب 17 مره 2 من 10 يبقى النتيجه 22. يبقى دي ثلاث وظائف عامه، بتكوندكت الساوند للكوكليا، بتبروتكت الكوكليا، بتعوض الفقدان في الساوند اللي هيحصل في الكوكليا كنتيجه لانتقال الساوند ويفز من هواء لفلويد. ثلاث وظائف عامه، الاوسيكولار سيستم بتشتغل كروافع، الماسلز بتعمل اتينيويشن ريفلكسز، بتضعف الساوندز القوي البريف لاود ساوند، ممكن يقطع الطبله، التنسور تمبراي بتشد الطبله بالناحيه، ما بتشدش طبله دايركتلي، هي ماسكه في الايد اللي على الطبله، تشد الايد وبالتالي الطبله تشد، بتبول الهاندل اوف ذا ماليولس اند انتر الطبله تنسور تمبراي. طب والاستابيدياس ماسكه في الفوت اوف ذا ستيبس، فبالتالي ماسكه في الستيبس اسف، فبتمنع الاكسسيف انورد موفمنت اوف ذا فوت في الاوفر ويندو فتمنعه. ولا تنسى ان التنسور تمباناي بحرف التي سبلاي دي بالتراي جيمينال، بينما الاستابيديا سبلاي دي بالفيشن. تاني حاجه بتشتغل فيها بريور، لكل مره انت هتتكلم او هتندم شوينج. ثم نيجي للاستيكن تيوب يا اولاد، دي وحدها سؤال نظري مهم قوي، استيكن تيوب. وبتيجي طبعا يقول لك قناه استيكن موجوده فين في العالم، ناس تقعد تقول بتوصل مش عارف بحر ايه ببحر ايه، اي كلام فارغ. استيكن تيوب، قناه استيكن تعرفي عنها النقاط
الستة الآتية. Mistaken tube connects the middle ear with the nasopharynx. هذه أول جملة في الستة. بتوصل الميدل إير بالنيزوفارينكس. ليه؟ عشان الطبلة تتحرك بسهولة وطلاقة لازم الضغط على الجانبين يبقى ضغط جوي. مسفيريك بريشر. طيب الناحية دي في الإكسترنال إيتروميتس والإكسترنال إير فيه هواء. طب أنا عاوز الناحية التانية يبقى فيه هواء. فالميدل إير عن طريق الاستيكن تيوب تتصل للنيزوفارينكس يبقى فيه هواء، يبقى هنا هواء وهنا هواء، يبقى الطبلة تتحرك بسهولة. تعال اوريها لك. عندنا انا دلوقتي يا اولاد حط ايدي على التيمبانيك ممبرين، يبقى التيمبانيك ممبرين الناحية دي في ضغط جوي اهو، ادي التيمبانيك ممبرين الناحية دي في ضغط جوي. طب انا عاوز الناحية التانية يبقى في ضغط جوي، ادي الدراما اهو في الميدل اير، حلو، استيكن تيوب نيزوفارينكس يبقى ضغط جوي برضه، يبقى الدرام يتحرك بسهوله جدا. ليه؟ لان هنا ضغط جوي وهنا ضغط جوي. يبقى وظيفه السكند تيوب ان ايكوالايز البريشر اون بوث سايدز اوف تيمبانيك ممبرين، ايكوالايز البريشر اون بوث سايدز اوف تيمبانيك ممبرين، تبقى عارفها كويس. تالت نقطه يا اولاد، انه نورمالي السكند تيوب دي قافله، نورمالي كلوزد، وكل شويه تفتح تعادل الضغط، تخلي الضغط هنا جوي ما هياخد هواء من النيزوفارينكس زي الهواء اللي من بره بتاع الاكسترنال اير، يبقى هي كلوزس واوبنز في حالتين، في السوالوينج وانت بتبلع، ياونينج بتتثاءب، تشوينج بتنضغ حاجه، دي اول طريقه، يعني بمعنى اخر بتحريك الفك. تاني حاله بتفتح فيها في الاسنتو هاي اتيتيود، لما تطلع اهي لمكان عالي فالضغط الجوي بيقل اهو، يبقى اقل من الضغط في الميدل اير، يعني الضغط في الميدل اير اعلى من الضغط الجوي، الضغط في النيزوفارينكس قليل زي هنا وهي الضغط فيه عالي، تفتح عشان تفرغ الهواء الزياده، يبقى بتفتح في الاسنتو هاي اتيتيود، عشان انت لما بتطلع فوق الضغط قل الناحيه دي فهي بتفتح عشان تفرغ الهواء الزيادة، يبقى الضغط هنا قليل وهنا قليل، الدرام يتحرك بسهولة. الكارثة والطامة الكبرى في النقطة الرابعة، إنها ما بتفتحش during descent. It does not open. وبنفس المنطق في الدايفينج، ما هو في الدايفينج كأنك بالديسنت، كأنك بتنزل بس بتنزل تحت المية، ما تفتحش. طب إيه اللي هيحصل؟ بص بقى، ما فتحتش اهي في الديسنت أهو، أنت نازل ما فتحتش، مقفولة اهي. شوف هنا كنت رسمها مفتوح، هنا مقفولة. لما حضرتك نزلت رجع الضغط الجوي هنا عالي. خلاص؟ واحنا اوريدي قلنا انها كانت فوق فرغت الهواء اللي فيها فالضغط في الميدل اير قليل. طيب هي قافلة. مفروض يدخل هواء هنا بقى عشان يبقى الضغط هنا زي هنا، لا هي قافلة. يا بتفتحش في الديسنت. طب يبقى الضغط هنا عالي وهنا واطي. يحصل ايه؟ يبقى الدرام يتزق ناحية الميدل اير. يبقى ساكد ان وتحس سيفير بين، مشدود الدرام ومي رابتشر، ممكن يفرقع الا في حاله واحده، لو فتحتها بالطريقه الثانيه حركت الماندبل. عشان كده واحنا نازلين في الطياره تقول اديني البانه سوالوينج او تبلع حاجه، خلاص تاكل. طبعا عاوز اقول لك حاجه، الطياره اللي بنركبها يا اولاد ده فيها جهازين بيظبطوا البريشر، ومع ذلك لان الاجهزه اللي بتظبط بريشر مش مظبوطه جدا، ساعات بعض الناس تحس ببين. احنا بنتكلم على مين بقى؟ ده السؤال اللي هو يا اولاد بيجي في الشفوي رائع في الام اس كيو، اسف، وتسال في الشفوي. احنا بنتكلم على الامبريشرايزد ايروبلين، يعني طياره الضغط فيها مش متظبط، ما فيهاش الاجهزه دي، ما بتطلعش الارتفاع 30,000 قدم زي الطيارات الحربيه اللي بتنقل الجنود. ففي سؤال مشهور جدا محفوظ وورد وايد يا اولاد، يقول لك الاتي: طياره خدت يعني wounded unconscious shoulder، اسف، wounded unconscious person، خلاص، شخص متعور وانكونشس، ليه انكونشس؟ ما بيبلعش، خلاص انه غايب عن الوعي. الطياره طلعت لارتفاع 10,000 قدم
طارت على ارتفاع اشلاف قدم، نزلت في الهوسبتال لقوا بوست درامز رابتشر. حصل الرابتشر في انهي جزء في الرحله؟ اوعى تنسى، في الديسنت. في الديسنت، لان احنا قلنا وهي طالعه ما بيفتح عشان خاطر تفرغ الهواء الزياده، المشكله انها بتقفل وهو نازل ضغطه قليل وبره زاد 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 فيدخل الضرب على جوه ومي رابتشر. امتى تمنعها؟ لو بتبلع او شوينج جامز، انما ده ووندد انكونشس. فالدرام اتقطع في الديسنت. حفظتها لاجيال بطريقه سهله، يو نيفر فورجيت ات يا اولاد. الدرام لا يخشى الا الديسنت، اوعى تنسى. الدرام بحرف الدي يخشى الديسنت والدي دايفنج كده، ما تنسيش. يبقى ما يجيلك سؤال الدرام المصيبه بتاعته، الدرام اللي هو التمبريك امبرين، الدرام في الدي ديسنت في الدايفنج بيتقطع، الا اذا كنت بتبلع ريقك او بتنضغ. طب هو انكونشس، يبقى ما يقدرش لانه هو وندد وشالوه وكان في حاله اغماء، طلعوا طاروا نزلوا ناقوا بوست درامز رابتشر. حصل امتى؟ اديني حفظك سؤال. الدرام في الديسنت والدايفنج. طب السؤال رائع، واحد يقول لي طب ليه ربنا ما خلقش الاستيكان تيوب مفتوحه على طول وكان الهواء الزياده فيها لما نطلع فوق والضغط الجوي يقل فوق الهواء الزياده يطلع في يسر، ولما ننزل الضغط الجوي رجع عالي يدخل يعوض اللي طلع، فليه مش مفتوح على طول؟ الاجابه سهله جدا يا ولاد. If the eustachian tube is opened all the time، لو كانت مفتوحه على طول كان صوت النفس والتوكينج بتاعك، تخيل لو هي مفتوحه على طول يبقى صوت النفس هي مفتوحه على طول يدخل على الاوستيكان تيوب يهز الاوسك الهزات غريبه، فده انترفير السمع مع البروسيس اوف هيرنج. وكذا التوكينج، كان وانا بتكلم صوتي يدخل عن طريق الاوستيكان تيوب يهز الاوسكلز. طب اذا كنا احنا بنسمع لما حد بيكلمنا، بنسمع بهزات معينه في الاوسكل، لما انا كمان اهزها بصوت نفسي او بصوت كلامي وهو بيهزها، المحصله تطلع مش اسمع حاجه. وعندي مثال رائع بقوله، معلش بس رائع. هاخد حاله كلنا عارفينها، التثاؤب. حلو، لانه في التثاؤب انا بعمل ايه؟ باخد نفس وفي نفس الوقت السكند توب مفتوحه في التثاؤب. فانا واحد بيكلمني وبعدين بدات اتثاءب، فاتحت ودخل هواء. تلاقي كلنا نقول اللي بيتكلم الله، ممكن تقول انت كنت بتقول ايه؟ فحتى هو يقول لك هو انت نمت؟ انا مش نمت، انا التثاؤب حاجتين، فتحت السكند توب وباخد هواء، بوظ عمليه السمع. فليه هي قافله معظم الوقت وتفتح افري ناو اند ذن لتعادل الضغط؟ افري ناو اند ذن تفتح لتعادل الضغط، عشان لو هي فاتحه على طول كان صوت النفس هيدخل يحرك الاسكل يبوظ عمليه السمع. والتوكينج وانا بتكلم ما اقدرش اسمع لان صوتي هيدخل يحرك الاسكل غير الصوت بتاعك، باظ السمع. والدليل على ذلك في اثناء التثاؤب بنفتح الاوستيكان تيوب وبناخد هوا ما بنسمعش على الاطلاق. يسواها هي مش فاتحه على طول، قافله معظم الوقت وتفتح افري ناو اند ذن في اثناء الياونينج والسوالوينج والشونج، وتفتح واحنا طالعين. الكارثه والطامه الكبرى واحنا نازلين في الديسنت، ما بتفتحش يا اولاد، تبقى عارف هذا الكلام. طيب النقطه السادسه والاخيره، ان فيها سيليا بتشتغل ان وان دايركشن، حلوه جدا، تعمل درينج للاستيكان تيوب. في التشيلدرن ليه الاطفال بيجي لها اولاد اوتايتس ميديا، التهاب في الاذن الوسطى، اكتر من الكبار بكتير؟ الاجابه هي اولاد، لان التيوب بتاعتهم شورت، ناقصه تي هنا، وايت اوسع اقصر ومور ستريت، فاي انفكشن في فارينكس سهل جدا يدخل يعمل ايه، وايفن في الادل بيحصل لنا. بس ليه في الاطفال اكتر؟ لان التيوب بتاعتهم
اقصر واوسع ومور ستريت، فالانفكشن عدل من نيجو فارينكس يروح داخل على الميدل اير اهي. يبقى لو جالنا تاني يا اولاد سؤال الميدل اير دي اكتر حاجه، لو جالك الفانكشنز ميدل اير مش عاوز اضيع وقتك هتتكلم عليها في ستة نقاط على الميدل اير، تتكلم ثلاث وظائف عامة وثلاث وظائف خاصة. الوظائف العامة انها بتوصل الساوندز اهي، نرجع لها تاني. راح فين الوقت؟ ثواني. الوظائف العامة اهي، انها كوندكتس الساوند تو كوكليا، ثلاث حاجات فيهم كوكليا، تنقل الساوند للكوكليا اهي، عاوز بس ابين الصوره، كوندكتس الساوند كوكليا، بروتكتس الكوكليا، تكبر الساوند اللي رايح للكوكليا قبل ما يدخل ميه ويضيع منه جزء، اللي هو يسموها امبيدنس او ريزيستنس ماتشنج. ان الترانسفير اوف ساوند ويفز فروم اير of external ear to fluid of the inner ear بيحصل loss of most of its energy، فهي بتكبر الاصوات 2 اوعى تنساها 22 مره 22 2 ازاي 17 لان الدرام قد الاوفر ويندو 17 مره و1 2 من 10 بسبب الليفر لايك اكشن اوسيل. ثم ثلاث وظائف خاصه يا اولاد قلناها اللي هي وظائف الاوسكل روافع، وظائف المصل اتنيويشن ريفلكس، ثم وظائف السكند تيوب. سكند تيوب غير انها تيجي جزء من السؤال، تيجي لوحدها سؤال انها ست نقط. تعال نقولهم تاني في عجاله. وانا بقى معلش في الاير مش هقدر اعيد كتير لان عاوز اخلص كميه كبيره. فانت ابقى اسمع تاني. انما هقولها في عجاله، اول وظيفه انها ات كونكتس الميدل اير وذا نيزو فارينكس، عد معايا اول جمله. طب ليه؟ عشان لما تبقى هنا في اكسترنال اير، في الاكسترنال اير في اتموسفيريك بريشر، انا عاوز الناحيه الثانيه كمان يبقى اتموسفيريك بريشر، يبقى عاوز البريشر هنا قد هنا فالدرام تتحرك بسهوله، لان لما شفنا لما الضغط هنا قليل والضغط هنا عالي الدرام بيبقى ساكت انه عمره ما يتحرك، ده ممكن يرابتشر. يبقى ثاني كلمه ات ايكوالايزز البريشر اون بوث سايدز اوف ذا درام، ازاي؟ by making the pressure atmospheric on both sides. هنا في اتموسفير الناحيه دي الاير اهو، يبقى عاوز الناحيه الثانيه يبقى في اتموسفير فتوصلها من نيزو فانكس. طب ثالث نقطه نورمالي كلوز، نورمالي كلوز وفاهم ليه؟ لانها لو فاتحه على طول صوت الساوند صوت التوكينج بتاعي هيخليني ما اسمعش الاخرين وصوت الساوند بتاعتي، وده افتح every now and then swallowing yawning chewing، ده تبتدي بدي، دي الاساسي في كل الناس، ولو لو شرط امتناع السن طايق تيوب مفيش مشكله. طب نقطه رابعه الكارثه فين بقى ما بتفتحش؟ في الديسنت في الدايفنج، الدي مع الدي اكتر حاجه يخشاها الدرام اهي، كده بالك تاتا دي الديسنت والدايفنج قطع الدرام. ليه؟ لان لما نزلت بقى الضغط هنا عالي اهو وهي الضغط فيها قليل، فالدرام يبقى ساكت انوردز وممكن تبقى رابتشر. ايه اللي اذا فتحتها بطريقه ثانيه؟ بانك وده اللي بنعمله، بنجيب لبانه ونشوينج جامز عشان نفتحها لما ودانا توجعنا والطياره نازله، وده مش مفروض يحصل في طيارات الركاب لان في جهازين لمعادله بريشر جوه الكابينت. يحصل فين؟ في الامبرشرايز ايروبلين اللي هي الميليتري ايروبلينز اكتر. وعشان كده السؤال بيقول لك طب شخص انكونشس فاهم يعني ايه انكونشس؟ يعني ما بيبلعش. الدرام بتاعه هيرابشر امتى؟ في انهي جزء في الرحله؟ في الديسنت، الدرام في الديسنت اوعى تنساه، والدايفنج. طب ليه مش مفتوح على طول؟ قلنا عشان صوت نفسك وصوت الكلام بتاعي، طب ما ممكن يدخل عن طريق السكند تيوب لو هي مفتوحه على طول يديسترب الاهتزازات بتاعت الاوسكل ما اسمعش الناس اللي بتتكلم من بره. النقطه السادسه السيليا بتعمل جود درينج للستيكن تيوب. طب ليه في تشيلدرن بيجي لهم اوتايتس ميديا اكتر من الكبار؟ لان التيوب از شورتر وايدر ومور ستريت، فسهل قوي يحصل ايه الانفكشن، بيجي غالبا من ايه؟ الواحد يجي له فارنجايتس وراها على طول،
يحصل ear infection. طيب نكمل. الانر اير بقى والكوكليا. الاول قلنا كل حاجه احنا الودن ثلاث اجزاء كل حاجه فيها ثلاثه. ما عشقت مستعشق نظام كلام منظم جدا. الانر اير طولها 3 سنتي. ادي اول ثلاثه. عامله 3 تيرنز ثلاث لفات عشان كده اشتريها زي القوقعه. شكلها كوكليا يعني ايه قوقعه؟ لان عامله ثلاث لفات. بعض الناس ترزي يقول لك 2 اند هاف تايمز. برضه صح. ما هو مع حتى يقول لك حتى كسر الساعه يحسب ساعه، كسر الدقيقه في الموبايل يحسب دقيقه. ادام بدات اللفه الثالثه يبقى نعتبرها في الناس العقله بيكتبوها 3 تيرنز عشان حتى الطالب يحفظ. ده الجيرمان سيستم، النظام الالماني. يقول لك معلومه تافهه قولها له باسهل طريقه، مش مهم هنا الدقه، مهم ان القطعه. يبقى 3 سنتي 3 تيرنز جواها 3 كانالز اهو. ده اللي هنشوفه. تعال نتفرج بقى على الكوكليا. معلش هو الفيسيولوجي يا اولاد اقل من الفيزيكس والاناتومي. اهي شفت عامله ثلاث لفات اهي او تفتير ونص، مش كده سموها زي الكوكليا. انا هاخد بقى كروس سيكشن فيها اهو، شايفوا الحته دي؟ ومكبره انا هنا. فالكوكليا مقسومه لثلاثه كانالز بتو ميمبرينز اهو، تو ميمبرينز. فيستيبولار ميمبرين او رايسنرز ميمبرين، الاسم الاشهر فيستيبولار ميمبرين. والاهم منه اسمه البازيلار ميمبرين، ليه؟ لان ده اللي عليه الريسبتور فيري. يبقى تو ميمبرينز بيقسموا الكوكليا لثلاث قنوات. سكالا يعني قنال، هم ناس بقول لطاف الا قليلا. اللي فوق الفيستيبولار ميمبرين سموه سكالا فيستيبولار. حلو. طب اللي في النص سموها سكالا ميديا. كلام جميل. ليه قلت الزراف الا قليلا؟ كان مفروض اللي تحت البازيلار ميمبرين يسموها سكالا بازيلاي، لا سموها سكالا تيمباناي. عشان كده قلت هم لطاف الا قليلا. اللي فوق الفيستيبولار ميمبرين سكالا فيستيبولاي، اللي في النص سكالا ميديا، اللي تحت البازل ممبرين سكالا تيمباناي. تمام. طيب نبص بقى مع بعض نلاقي هنا فين الريسبتور اوف هيرينج موجود. ده سؤال ام اس كيو في السكالا ميديا على البازل ممبرين، عشان كده قلت هو ده المهم. في السكالا ميديا على البازر ممبرين. تعال نتفرج بقى اهي تاني. التلاتة سكالا او سكالي البلورال بتاع الجمع. في سكالا فيستيبولاي وسكالا تيمباناي تحت. اللي بره دول فيهم بيريليم في اسئله ام اس كيو يعادل في تركيبه الاكسترا سير فلويد اللي هو ريتش ان صوديوم. كلام معقول جدا. اللي في النص السكالا ميديا اللي هي المهمه باللون الاصفر اللي فيها الريسبتور فيها اندوليمف يعادل في تركيبها الانترا سيلولار فلويد اللي هو ريتش ان بوتاسيوم. طيب السكالا فيستيبولاي اللي فوق متصله بالسكالا تيمباناي اللي تحت في حته اسمها هيليكوتريما. هيليكوتريما يعني ثقب القوقعه، مش هي اسمها قوقعه كوكليا؟ كان في ثقب بيوصل التو سكالي هنا ببعض. هيليكوتريما. طيب هنبص بقى على البازل ممبرين اللي هو موجود عليه الريسبتور. اتفرج على البازل ممبرين اهو، كل دي مليانه اسئله ام اس كيو. ده بسميه اروع اله قانون في التاريخ. ليه بقى؟ انت عارف القانون بيبقى عنده اوتار قصيره اللي بيضرب عليه عبده صالح رحمه الله، واوتار طويله بيتكون فيه في بعض الكتب يقولوا لنا 20,000 فايبرز وفي البعض الاخر 30,000 فايبرز. كبر دماغك الاثنين صح، يبقى 20,000 فايبر 30,000 فايبر. النقطه اللي جايه بقى مليون جنيه.
ده البيزل ده كوكلي اللي هي ناحيه الميدل اير, وده الابيكس اللي هي طايره تملي حتى يعني انا لو عدلتها كده اهي يبقى ده البيز بتاع البازا ممبرين وده الابيكس, ده البيز اللي هو ناحيه الميدل اير وده الابيكس. فالاوتار عند البيز اهي البيز بتبقى شورت وتستجيب للهاي فريكوانسي ساوند. الاوتار عند الابيكس دي اسئله مهمه جدا في الام اس كيو, بتبقى لونج وهفصلها الاجيال. اللونج بحرف ال هي اللي تستجيب لللو فريكوانسي ساوند. مش عاوزه حفظ يا شباب, بصوا معايا نروح في لما نحضر موسيقى عربيه في الاوبرا بتلاقي في ناس جايه كده بكمانجات كبيره التشيلو اللي هو الاوتار الكبير. حتى الراجل تملي يحكي ان عنده مشكله ازاي يجي بيها الاوبرا وبتاع, ما التاكسي ما برضاش ياخده, ما هو شايل داهيه معاه. ده بيجيبوا له ايه؟ ده بيهبب ايه في الموسيقى؟ وتر كبير كده طويل لونج يروح شده يدي الصوت الغليظ اللو بيتش. اوعى تنسى, يبقى هي مش حفظ, مش ال مع ال, هو طول عمره اللونج يدي اللو بيتش اللو يشدها الطويله دي يسموها البيز في 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 علم الموسيقى. يبقى اللونج يدي اللو بيتش, ده موجود عند الابيكس خلاص, انما الشورت اللي عند البيز بيدي الهاي بيتش. كميه يعني ستراكشر في الاير, بس لسوء الحظ هو ده اللي بيجي في الامتحان كله. طيب تعالى بقى ايه قلنا, فين الريسبتور؟ الريسبتور موجود في السكالا ميديا, معلومه في الام اس كيو, على البازلر ممبرين, معلومه في الام اس كيو. وخد بالك السكالا ميديا اللي في النص دي فيها اندوليمف زي الانترا, الاندو زي الانترا حتى لذيذه ريتش ان بوتاسيوم. انما السكالا فيستيبيلاي والسكالا تمبراي اللي بره فيهم بيري اللي بره بيري ليمف زي الاكسترا سيرفلود ريتش ان صوديوم. هنكبر بقى الاورجان في كورتي ده اهو اللي هو ده البازا ممبرين اهو. انا قلت التكبير ده مش كفايه, عاوز اكبرها اكتر واكتر, فعملت لكم رسمه ليها هايله اهي يا ولاد. ده البازا ممبرين اهو. البازا ممبرين ده في عليه تو رودز اوف كورتي. الاورجان نفسه اللي هو الريسبتور اوف هيرنج اسمه اورجان اوف كورتي, ده اسم الشخص اللي اكتشفه, فسمى دول التو رودز القضيبين بتوع كورتي. ما بينهم في تانل نافق كده, لانك تتخيل لو الرسمه دي مش مسطحه, دي مجسمه يعني, تخيل في نفق جوه كده, فاسمه تانل اوف كورتي. يبقى ما بين التو رودز اوف كورتي في التانل اوف كورتي. التو رودز اوف كورتي دول شايلين صفيحه كده, شبكيه اسمها ريتيكولار لامينا عن صفيحه في شكل شبكه, ماسك فيها الهير سيلز وبيخترق الشبكه دي السيليا بتاعتها بالشكل ده. ده الهير سيلز. الهير سيلز نوعين, الميديال تو ذا تانل الصفيحه بتبقى شورت ففيها صف واحد من الانر هير سيلز, هو دي المهمه, هي دي الريسبتور الصف الواحد ده. يبقى الصف الواحد ده في الشورت سيجمنت بتاعه الريتيكولار لامينا اللي هي موجوده ميديالي. في الحته الطويله بقى اللاترال بارت بتاع الريتيكولار لامينا دي صفيحه, اللاترال بارت اهي بتاع الريتيكولار لامينا ماسك فيها ثلاث صفوف. طبعا انت الرسم عاوزك تتخيل ان ورا كل واحده فيه سيلز كتيره, بس انت شايف واحده, شايف اول الصف. ففي عندنا الاوتر هير سيلز دول موجودين في 3 او 4 روز في بعض الكتب, مش هنيجي في التافهه ونتصدر 3 اور 4 روز. وقلنا السيليا دي بتخترق يا ليه ريتيكولار شبكه عشان يخترقها السيليا, متغطين بممبرين اسمه تكتوريال ممبرين يعني الغطاء. كيف نسمع يا اولاد؟ سهله جدا. الساوند ويفز بيهز
البازل ممبرين زي ما نشوف بعد شويه. يبقى الساوند ويف لما بيمشي في الفلويد موجه في الفلويد تحت البازل ممبرين، تخيل البازل ممبرين ده متعلق تحتيه في بير ليمف، فلما بتيجي فيه ساوند ويفز يبقى يتهز كده، فيتهز معاه التانل بما فيه ريتيكولار لامينا، فالسيليا دي تخبط في التكتوريا ممبرين. تكتوريا يعني غطا، تكتوريا يعني غطا، تخبط. كل الشيرينج كل احتكاك يولد اكشن بوتنشال. يبقى سهله جدا. يبقى الساوند ويفز لما هتمشي في الفلويد في البيريليمف اوف ذا سكالا فيستيبولاي اللي هو تحت البازل ممبرين، خلاص اسف سكالا تيمباناي، تيمباناي تحت البازل ممبرين سكالا تيمباناي، هتهز البازل ممبرين، فكل الجهاز ده يهتز معاه، يطلع وينزل مع الاهتزازات في موجه ماشيه في الفلويد تحت البازل ممبرين في البيريليمف اوف ذا سكالا تيمباناي. بيريليمف اوف ذا سكالا تبقى هنجلها دي في في البارت 2 بس يبقى فاهم اللي بنقوله. هيهز الجهاز ده كله، فدي تطلع وتنزل، فالسيليا دي تروح خبطه في التكتوريا ممبرين، كل خبطه تدي اكشن بوتنشال. ده اسمه اورجان اوف كورتي اللي انتم شايفينه ده. مين اهم حته فيه؟ الانر هير سيلز، هي دي ريسبتور. تعالى بقى نتفرج على الهير سيلز، حطهم في جدول رائع اهو. ده جدول اهو، وانت شايف دي رسمه مصغره للرسمه اللي وريتها لك كبيره. الانر هير سيلز هي اولاد موجوده ميديال للتانل اللي هو الشورت سيجمنت، انما الاوتر هير سيلز اهي الاوتر دي موجوده لاترال، اديني بشاور تو ذا تانل. طب الانر هير سيلز كام رو؟ قلنا رو واحد بيكون من 3500 خليه، وان رو ورا الواحده دي في صف من 3500، بينما الاوتر هير سيلز 3 اور 4 روز، كل واحد حسب الكتاب بتاعه يا اولاد، وراهم في 20,000 هير سيلز، مش ورا كل واحده، ورا الثلاثه او الاربعه. يبقى دول 3500 دول 20,000. طيب نيجي الانرفيشن، واحد يقول لي انت بتقول ده ريسبتور، قلت له اه، يبقى اللي انت هتتكلم على افرنت، قلت له لا، في افرنت وايفرنت. قال لي يا نهار ابيض، ريسبتور له ايفرنت؟ اه. قلت له ما احنا شفنا في المصل سبندل كان ريسبتور وليه ايفرنت. الاساس في ريسبتور انه لازم قالوا في افرنت. انما سام تايمز دي تاني مره بناخد ريسبتور له ايفرنت. خدناها في المصل سبندل في السي ان اس، وبناخدها النهارده في الهير، في الهيرنج، في الهير سيلز. وطبعا يا اولاد زي ما قلت لكم ربنا سبحان الله قدم السمع على البصر، زي ما انت شايف الودن اكثر تعقيدا بكثير من العين. ليه احنا قلنا الانر هير سيلز اساسا هي ريسبتور؟ لان موست اوف افرين 90% ل 95% من الافرين صح على الانر هير سيلز، والريسبتور اساسا متصل بالافرين، يبقى دي ريسبتور. وبتاخد فيو افرين كولينرجي، بتطلع على السايد كولين. بينما الاوتر هير سيلز ليه دي بنقول مش هي ريسبتور؟ انها واخده عدد قليل جدا من الافرنت اللي هو هيبقى الفاضل بقى ايه 5-10%، لكن واخده موست اوف افرنت. وهنفهم بعد شويه ليه ربنا عمل اوتر هير سيلز. طب يبقى فين الريسبتور هنا بقى؟ هي الانر هير سيلز، الانر هير سيلز اوف ذا اورجن اوف كورتي اللي هي 1 رو في 3500 خليه متصله ب 90-95% من الافرنت من الافرنت. بينما الاوتر هير سيلز اللي هي بقى قلنا 3 ل 4 روز 20,000 خليه، دي بتاخد موست اوف ايفرنت اللي هي جايلها فايبر من البرين ستيم السوبيرو اوليف، دي وظيفتها ايه؟ تمبروف الهيرنج، لكن ما هياش هي ريسبتور. ازاي؟ بانها بتافكت الفايبريشن اوف بازا ممبرين. طالب قال لي مش فاهم حاجه، يعني هو ليه في ايفرنت؟ قعدت افكر اقولها ازاي للطلبه وازاي تمبروف الهيرنج، الى ان جاءت الفكره
and you will never forget it. شاف قلت العود دي يا ولد؟ طيب اعتبر دي هي الاوتار بتاعت البازل ممبرين. العود الراجل بتاع العود حاطط قصاده سماعة واحدة بتستقبل الصوت، يبقى دي افرنس، يبقى الافرنس سماعة واحدة وان رو موجود ميديالي، هي دي ريسبتور بيجيب الصوت. امال في حاطط صوابعه، والصوابع دي بتحرك اللي هي الاوتر هير سيلز، ما هي لها افرنس، افرنس يبقى بتحركها ليه بالظبط؟ هو ده اللي بيحصل في العود يا اولاد. الراجل بيتحكم في طول الوتر، وحسب الطول يدي نغمة معينة. ما هو ده ازاي بتطلع الانغام المختلفة؟ انه يحط صباعه، لو حط صباعه الاولاني يبقى ادي طول وتر، حط التاني يبقى الوتر زاد شوية، حط التالت الضغط يبقى زاد شوية، فالوتر يستجيب لنغمة معينة. هو ده اللي عمله الاوتر هير سيلز. الاوتر هير سيلز لها ايفرن بتعمل ايه؟ بتتحكم في طول البازل ممبرين، وبالتالي في تلقيه لنغمة معينة. خلاص؟ وهو ده اللي احنا قلناه، انها بتعمل ايه؟ بتimprove الهيرينج. ازاي؟ بانها بتأفكت الفايبريشن وبازل ممبرين. فلقيت هذا المثال رائع ولا ينساه الطلبة وورد وايد، ان في الاورجن اوف كورتي في ريسبتور 1 رو اللي هو 3500 سيلة 1 رو متصل بالافرنس 90 ل 95% من الافرنس، هي دي ريسبتور، دي اللي بتستقبل الصوت. الله، امال ليه في اوتر هير سيلز ولها ايفرنت، والايفرنت دي بتحركها بتعمل ايه؟ بتتحكم في الفايبريشن بازل ممبرين، بتغير اطوال بازل ممبرين لتصبح اكثر مناسبه لنغمه دون نغمه حسب طول وتر. واحكي قصه عشان ناخد شويه زي بريك كده في قصه شويه تفهمنا اكثر. عارف ايه اللي نبهني لهذا المثل؟ عاوز احكي قصه. هي صديق عزيز جدا، ككثير من الاصدقاء كبار السن بيحصل لهم سام ديجري اوف هيرينج لوس. الناس لما بتطعن وتهن سمعها بتتعب. والراجل ده مقتدر جدا ودكتور معروف جدا وبيعمل سماعات طبعا تساعده على السمع، لكن بلاقيه في معظم مرات بيرفض يلبس السماعه. فبقول له ليه؟ قال لي اقول لك ليه. ايه الفرق بقى بين خلقه الخالق والسماعه اللي هي عاملها المخلوق؟ ان الاوتار بتاعت ربنا بتاعت الاذن الطبيعيه، لو انت في ناس كتيره بتتكلم وعاوز تسمع واحد معين، الاوتر هير سيلز بتظبط اوتار البازل ممبرين، اطوال البازل ممبرين على التردد بتاع الشخص اللي انت عاوز تسمعه، فتبقى سامعه كويس قوي قوي وتخفت، مش هتنتهي تماما، الاصوات اللي حواليه تبقى مش مركز فيها كويس. طبعا ده مش موجود في السماعه اللي مركبها صديقي. فاول نبهني الحكايه دي، قال لي اصل عيب السماعه بقى مش زي الودن، بتعلي لك كل الاصوات، ما عندهاش اوتر هير سيلز تتحكم في اوتار عشان خاطر تنقي صوت، تضبط طول البازل ممبرين، طول الوتر بتاع البازل ممبرين، تاخد الطول اللي يناسب النغمه اللي عاوزها تسمعها. سبحان الله، هو راى الخلق خالق. انا اخذت هذه المعلومه منه، قلت ياه، يعني السماعة العادية طبعا ما فيهاش الميكانيزم ده، بتعلي بتعلي كل الأصوات، إنما ودنك بسبب الأوتر هير سيلز بتعمل إيه؟ الأوتر هير سيلز بص بقى اللي ليها إيفرن تحرك، بتضبط أطوال البازل ممبرين فايبرز وعليه الفايبريشن وعليه النغمة اللي أنت عاوز تسمعها، الصوت اللي أنت عاوز تلقطه في وسط زحمة أصوات. فقال لي عيب السماعة مهما غليت بتعلي كل الأصوات، بينما أذني على أنها تعبانة شوية لكن كان بيك صوت وتغض السمع عن أصوات أخرى. إيه العظمة دي؟ فأنا قررت، فكرت وفجأت في دماغي ربنا سبحان الله ألهمني بالمثال الرائع ده بتاع العود اللي حفظته للطلبة. الإنر هير سيلز وان رو، وان رو من 3500 خلية، هي وان رو السماعة واحدة متصلة ب 90 ل 95% من الافرنس، ودي بتشتغل كريسبتورز، بينما
الاوتر هير سيلز 3 تو 4 روز واخده معظم الايفريم. بتعمل ايه؟ بتتحكم في اطوال بازا ممبرين. انت مش هتقولها، تقول تتحكم في الفايبريشن بازا ممبرين، وبالتالي بتيمبروف الساوندز. يبقى ده هو يا اولاد الاورجان اوف كورتي. تعال نقوله تاني بقى في عجاله، الاورجان اوف كورتي. خلاص انا بارت 1 من المحاضره قارب على النهايه. يبقى في بازلر ممبرين، فوقيها في تو رودز اوف كورتي، ما بينهم التانل اوف كورتي، شايلين صفيحه شبكيه عشان يطلع منها السيليا، عشان كده شبكيه ريتيكولار لامينا اهي، ريتيكولار لامينا. هنا ميديال تو ذا تو ذا تو ذا اورج تو ذا تانل اوف كورتي الصفيحه شورت ميديال، عشان كده فيها صف واحد وان رو اللي هو الانر هير سيلز اللي هي الريسبتور اللي بتاخد معظم الافرز 90 ل 95% من الافرز. اما لاترال تو ذا تانل في 3 تو 4 رولز 20,000 خليه، دي اللي واخده معظم الايفرنت، هي دي بقى اللي بتتحكم في اطوال بازا ممبرين. والفكره قلت لما بيمشي الويف في الفلويد بتاع السكالا تيمباناي تحت بازا ممبرين موجه ماشيه. تخيل بازا ممبرين ده طبعا زي ما يكون ايه، اعتبره كده زي حته مطاط موجوده فوقيها، يبقى يتحرك، فيتحرك كل الجهاز، فالسيليا تخبط في التكتور الممبرين. انا قلت تكت يعني غطا، تكتور الممبرين يعني غطا، تخبط فيها الشيلينج موفمنتس، حركه الاحتكاك تطلع الاكشن بوتنشلز. وقلنا يا اولاد ان الكوكليا دي اللي هي الريسبتور اوف هيرنج اسمه الاورجان اوف كورتي، افتكرها الكره بتاعتنا. كنت فاكر في سنه اولى في اصوات الجهاز ضغط الدم اقول كوروتكو كوروتكوف ساوندز، كروتكو انتو، انما السنه دي بقى في سنه تانية الكره بتاعتنا احنا اورجان اوف كورتي، كورتي انا الاورجان اوف هيرنج، على وجه تحديد الاوائل انر هير سيلز هي الريسبتور اساسا، اللي هي ميديال تو ذا تانل 1 رو من 3500 خليه واخده 90 ل 95% من الافرنت ريسبتور، ياخد الافرنت وفيو افرنت، وبالتالي هي ريسبتور. الثانيه لاترال تو ذا تانل 3 ل 4 روز 20,000 خليه واخده معظم الايفرين، بتتحرك بقى ما لها ايفرين تغير اطوال البازل ممبرين فايبرز، وبالتالي تافكت الفايبريشن البازل ممبرين فتمبروف الهيرنج، تختار صوت وتغض البصر عن الاخر. مين اللي بيشغلها؟ البرين ستيم السوبيريو اوليف، حاجه اسمها كورتيكو فيوجال فايبرز. تمام؟ طيب يبقى هي حتى بيقول لك انه الايفرنت كولينرجيك كورتيكو فيوجال فايبرز كنترول الاير سنسيتيفيتي تو ديفرنت ساوند بيتش، دلوقتي انت فاهم بتظبط طول البازا ممبرين بحيث ياخد البيتش اللي هو عاوزه، ما يعلاش كل الاصوات، ما يتلقاش كل الصوت الاصوات بنفس العلو. دامج تو ذا اوتر هير سيلز بالتالي ماركت هيرنج لوس، دامج هيؤدي الى ماركت هيرنج لوس. فاضل حته صغيره لمده دقيقتين وبعدين نوقف بارت 1 اللي هو يمثل الجزء الصعب في الهيرينج، بعد نلتقي بعد نصف الساعه مع بارت 2 اللي عاوز بقى يكمل السهره معانا، يا يبقى خدنا الهيرينج كلها في محاضره واحده باذن الله. الجزء الجاي هيبقى اسهل والطف بقى، ان هناخد الفيسيولوجي يا اولاد. في حاجه اسمها الاندوكوكليا بوتنشال اهي، بس عاوز انا اشوف الورق كثير وحاجة تلخبط، انما هنلاقيها حالة. انه احنا قلنا ان السكالا فيستيبولاي وسكالا تيمباناي فيهم بيرينف اهي، لقيناها يا ولاد. السكالا تيمباناي وسكالا فيستيبولاي اللي هم برا اللي متصلين بالهيلي كاتريما اللي هو ثقب القوقعه، فيهم اكسترا سير فلويد ريتش ان صوديوم. اللي بره حاجه لطيفه، ما هو السكالا فيستيبولاي وسكالا تيمباناي دول اللي بره، الميديا هي اللي في النص، دول فيهم اكسترا زي الاكسترا سيلر ريتش ان صوديوم، كلام حلو خالص. بينما السكالا ميديا اللي في النص حتى اسمها ميديا فيها اندوليمف، اندوليمف يبقى زي الانترا سير فلويد ريتش ان بوتاسيوم. طيب بيقول لك ان الاندوليمف ده
positive 80 ملي فولتس بينما البيريليمف نيجاتيف 70 ملي فولتس، يبقى في فرق بوتنشال ما بينهم مقداره حوالي 150، تعتبر ده الصفر، وهنا عندنا زائد 80، هنا الصفر وده زائد 80، الاندو الاندو يزيد 80، البيري ناقص 70، يبقى الفرق حوالي 150. طب ايه هي الاندو كوكليار بوتنشال؟ سموها اندو ليمفاتيك او اندو كوكليار بوتنشال، ليه اسمها؟ يعني في كهرباء في الفلويد ده، اندو ليمفاتيك او اندو كوكليار بوتنشال، ان في بوتنشال ديفرنس ما بين الاندو ليمف اللي هو يعتبر بوزيتيف قلنا زائد 80 والبيري ليمف اللي يعتبر نيجاتيف. طيب جنريتد بايه؟ ده سؤال ام اس كيو بقى، يعني ازاي حصل بوتنشال ديفرنس؟ ان ايه اللي بيعمل الكهرباء في الجسم على الامتهال الكولادي؟ الاينز، الاينز مش الالكترونز، فهنا الجنريتد بالبوتاسيوم اينز اللي بيبقى ترانسبورتد في السكالا ميديا بواسطه استرايا فاسكولاريس فيسلز ستريت. يبقى سبب، يبقى ما هو الاندو كوكليار بوتنشال؟ هو عباره عن بوتنشال ديفرنس ما بين الاندوليمف زائد 80 والبيريليمف ناقص 70. ايه سببه؟ بوتاسيوم، بوتاسيوم اينز. هنشوف البوتاسيوم ده في البارت 2 في المحاضره الجايه، لطيف قوي، جاي من الاسترايا فاسكولاريس. طيب لما الودن بتسمع ساوند، وان ساوند از بريزنتد، الاندو كوكليار بوتنشال ده بيتغير، يعني ما بيقعدش الفرق ثابت، ممكن يبقى مور بوزيتيف او مور نيجاتيف ديبيندينج على الساوندز. فعرفوا ان البوتنشال ده مهم للسمع. ان وات واي؟ لحد دلوقتي ما حدش يعرف. انت بالكتير هتبقى عارف شويه نقط في الام اس كيو. اقولها تاني، ان السكالا تيمباناي والسكالا فيستيبيلاي فيهم بيريليمف، بينما السكالا ميديا فيها اندوليمف. ادي معلومه اولى، الاندوليمف زائد 80 ملي فولت، البيريليمف ناقص 70 ملي فولت. معلومه تانية، البيري في اكسترا سيلر فلويد زي الاكسترا ريتش ان صوديوم، بينما الاندو حتى الاندو زي الانترا ماشي، حتى البيري زي الاكسترا والاندو زي الانترا ريتش ان بوتاسيوم. معلومه ثالثه، معلومه رابعه، مين اللي عمل البوتنشال ديفرنس ده؟ البوتاسيوم. مين اللي بيحطه في السكالا ميديا؟ الاسترايا فاسكولاريس. دي المعلومه الرابعه. المهم الخامسه والاخيره، ان الساوندز بيخلي البوتنشال ديفرنس ده مور بوزيتيف اور مور نيجاتيف ديبيندينج اون ذا ستيمولس. يبقى تاني، البيريليمف في السكالا تيمبانال والسكالا فيستيبيلاي، الاندوليمف في السكالا ميديا مفهومه، اللي في النص هي اللي فيها الاندو، اللي بره فيهم بيري. تاني معلومه، البيري يعادل اكسترا، الاندو يعادل انترا، فده ريتش ان صوديوم، ده ريتش ان بوتاسيوم. معلومه تانيه، الاندوليمف زائد 80 ملي فولت، البيريليمف ناقص 70 ملي فولت. معلومه ثالثه، ما هو الاندوليمفاتيك او اندوكوكلير بوتنشال؟ هو الالكتريكال بوتنشال ديفرنس ما بين الاندوليمف اللي هو بوزيتيف 80 والبيريليمف اللي هو نيجاتيف 70، يتغير بالساوندز، يتغير بالساوندز، يصبح مور بوزيتيف اور مور نيجاتيف. معلومه الاخيره، مين اللي عمل بوتنشال ديفرنس ده؟ البوتاسيوم بتاع الاسترايا فاسكولاريس. كان هذا هي المحاضرة الأكثر يعني معلوماتها، مش عاوز أقول صعبة، بس يعني متخمة بالمعلومات اللي هي لسه مش فيسيولوجية، ستراكشر وفيزيكس، من زي ما بقول يا أولاد المحاضرات التقيلة أوي 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 في الكورس، اللي هي المحاضرة الأولى في الهيري. المحاضرة الثانية اللي بإذن الله هنقولها بعد نصف الساعة دي قطعة من اللذة، بس لسوء الحظ لازم عندك فكرة عن المعلومات، عن الستراكشر والفيزيكس عشان تفهمها، لكن هي غاية الظرف. أنا بعتذر عن ثقل المحاضرة الأولى وطولها، لكن ما فيش حيلة، وأنتوا أنا عارف أنكم كنتم منتظرين الهيرين. أعدكم أن الجزء الثاني هيبقى أقصر كثيرا للي هيكمل معنا سارة أو يسمعها في الصباح الباكر بإذن الله، وألطف كثيرا. فنصف ساعة راحة حتى عشان خاطر I have to تشارج الايباد عشان يشتغل المحاضره الثانيه. اشكركم على وقتكم، واتمنى اكون افدتكم وعارف ثقل المحاضره، ونلتقي باذن الله بعد نصف الساعه على خير. شكرا، سلام.